هو هيعمل ايه؟ هو هيعمل ايه؟ الماتش اللي عمله اول امبارح وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا
اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي. الاهلي الليله وحلقه جديده، البقاء لله. واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار الكابتن عادل هيكل، واحد ليه ذكريات كبيره جدا جوه النادي الاهلي. البقاء لله، بقاء لله في نجم كبير من نجوم النادي الاهلي، مجلس الاداره بالكامل قاد الكابتن محمود الخطيب النهارده في العزاء. يمكن الفتره اللي فاتت يعني الامور ماشيه بشكل كويس جدا في حته الانشاءات، وهنتكلم طبعا عن توقيع عقد طبعا المقر الرابع. لكن فعلا عدد من النجوم الفتره الاخيره لما بنودعهم بيكون علينا حزن كبير. خلينا نبدا حلقتي وارحب بزميلي محمد سعيد. برحب بيك زميلي ايهاب، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي النادي الاهلي في كل مكان. كل مكان بالطبع البقاء لله لاسره كره القدم المصريه بشكل عام واسره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص في فقدان احد نجوم كره القدم واحد اساطير حراسه المرمى، مش في النادي الاهلي في مصر بس، لا ده في المنطقه العربيه وفي القاره الافريقيه. الكابتن عادل هيكل احد رموز كره القدم في مصر والنادي الاهلي، وكان قبله بايام قليله ايضا كابتن حازم كرم. فبالتاكيد يعني بننعي اسره الفقيدين الكابتن حازم كرم والكابتن عادل هيكل، وحرص مجلس الاداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب على وجودهم في العزاء ووجودهم في مقدمه الصفوف لتلقي واجب العزاء في نجم كبير زي طبعا الكابتن عادل هيكل. وعايز اقول لك زميلي ايهاب، يمكن قبل توجه مجلس الاداره الى مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء وتلقي العزاء في الكابتن عادل هيكل، كان حرس المجلس بقياده الكابتن محمود الخطيب ونائبه العمري فاروق والاستاذ خالد درندلي امين الصندوق والاستاذ طارق انديل والكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي والاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي، كانوا ذهبوا الى اسره الفقيد ايضا حازم ياسين نائب او امين صندوق مجلس اداره نادي الزمالك تقديم واجب العزاء لنجله في وفاة الكابتن حازم ياسين أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك. فالطبع يعني الكابتن محمود الخطيب قدامنا دلوقتي على اللقطات زميلي إيهاب بيتلقى العزاء في الكابتن عادل هيكل أحد أساطير كرة القدم وحراسة المرمى في النادي الأهلي. إيهاب أكيد طبعا يعني زي ما أنت بتقول يا محمد، الفترة اللي فاتت كان عندنا بعض الأخبار المحزنة، ولكن البقاء لله في كل نجوم النادي الأهلي ونجوم الكرة المصرية. ومش عارف يا جماعة التليفون جاهز معانا من هناك، هنكون موجودين ان شاء الله ناخد بعض الامور من العزاء. كابتن عادل هيكل يا محمد واحد من نجوم الكرة المصرية، يمكن شاءت الاقدار ان من فترة قليلة اخر حوار تلفزيوني كان موجود في برنامج القاهرة ابو ظبي مع الاعلام الكبير يعقوب السعدي وكابتن محمود الخطيب، وكنت متواجد معاهم الدكتور عماد يوسف، وكنا موجودين عند الكابتن عادل هيكل في بيته، راجل قابلنا وحكى ذكريات رائعه جدا. بس لما تقعد تسمع من الاساطير دي يعني الله يرحمه ويحكي لك تاريخه والبدايات والنادي الاهلي، تحس يا محمد ان النادي الاهلي كده يعني في سيستم، في جوه حضانه معينه بيخش فيها الموهبه او اللاعب او العضو، يخش في حضانه النادي الاهلي ياخد رعايه معينه، ياخد سيستم معين، ياخد شغل معين. تتغير الاجيال وكل جيل عن جيل يا محمد، والكلام ما بيتغيرش، الكلام عن المبادئ والاخلاق والاحترام واحد من الاجيال القديمه وجيل بيسلم جيل. بالفعل يا ايهاب زي ما ذكرت، يمكن انت وصفت الحاله داخل النادي الاهلي او تاريخ النادي الاهلي في 111 سنه وصفتهم في كلمتين. بالفعل الاجيال بتسلم بعض، ودايما الجميع داخل النادي الاهلي بيتكلم عن بعضه بشكل جيد، دايما في تقدير للرمز، في تقدير للكبير داخل النادي الاهلي. وبالتاكيد انت كنت من سعداء الحظ اللي كانوا متواجدين في هذه الفتره وفي حضور الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن عادل هيكل الله يرحمه. كابتن عادل هيكل تاريخ ورمز كبير جدا، واكيد الجلسه دي كان فيها كواليس وفيها حكايات وفيها تفاصيل كتيره جدا. يعني جمهور النادي الاهلي بالتاكيد يعني فقد رمز كبير جدا من رموز الكره المصريه ورموز النادي الاهلي، كابتن عادل هيكل احد اساطير النادي الاهلي واللي علم ناس كتير قوي يعني ايه مركز حراسه المرمى، واللي كان ليه دور كبير جدا
جدا حتى في تشكيل وجدان عدد كبير جدا زي رموز كثيره داخل النادي الاهلي ليها تاثير مش على بس مشجعي كره القدم، لا على المجتمع المصري والمجتمع العربي بشكل عام. بالظبط كابتن عادل هيكل اللي طبعا لعب للفريق الاول وهو صغير خالص عنده 17 سنه ولعب ما يقرب من 10 مواسم مع الفريق الاول وادى بشكل رائع جدا، واحد من ابرز يعني حراس المرمى، كان ليه تجربه طبعا فنيه وكان ليه بعض التجارب الفنيه، هو كان كاريزما بصراحه وكان دمه خفيف جدا يا محمد، يعني كان دمه خفيف جدا لما كان بيتكلم معاك او بيتناقش او بيحكي لك الذكريات عنده يعني حكايات كتير ما بتنتهيش، لكن البقاء والدوام لله. خلينا نروح للعزاء ونشوف زميلنا فايز مجدي من هناك محضر لنا ايه. هناخده على التليفون. فايز السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثواني. البقاء لله فايز، وطبعا انت موجود في طبعا في العزاء، وطبعا مجلس اداره النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي والرياضه المصريه متواجدين في زردقه العزاء. والله هو حشد كبير طبعا، بنرحب بكل جماهير والنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي اللي هينون الجامع في حشد كبير، كل المسؤولين وكل لاعبين الكوره القدامى الكبار والكابتن طبعا على راسهم الكابتن الخطيب ومجلس الاداره بالكامل. وبرضه في حضور ايضا من الفنانين والممثلين، حشد كبير للفقيد الراحل الكابتن عادل هيكل توفاه الله وان شاء الله في الجنه. ابرز طبعا الكلمات اللي قالها الحضور طبعا بيتذكر منهم اللي زامل كابتن عادل هيكل ومنهم اللي جلس معاه ومنهم اللي جاي يقدم واجب العزاء، ولكن كل النجوم النهارده وكل القيادات الرياضيه موجوده في العزاء. كل النجوم حتى الكابتن، يعني في رموز من نادي الزمالك مثل كابتن هشام يكن، الكل بيتكلم وبيشيد بالكابتن عادل هيكل الانسان، وكابتن عادل هيكل حارس مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي، الكل بيشيد بيه وكله بيتمنى له طبعا ان شاء الله ان هو يكون في الفردوس الاعلى. جميع الفئات موجوده داخل العزاء، اذا كان من النادي الاهلي او من نادي الزمالك، كل رموز الكوره كل رموز الفنيه ايضا موجوده. بصراحة العزاء أكتر من يعني مليان بالحشود الحشد الجماعي، وإحنا معاكم أول بأول إن شاء الله وبنغطي أحداث العزاء. أشكرك يا فايز وهنتابع معاك، وطبعا بكرر وبقول البقاء لله في الكابتن عادل هيكل. أكيد أرجع محمد سعيد وأشوف عندنا إيه النهارده محمد. زميلي إيهاب، طبعا النهارده عندنا فقرات عديدة وكثيرة، لكن كان مهم جدا نبدأ النهارده حديثنا في برنامج الأهلي الليلة بتلقي الكابتن الخطيب واجب العزاء في الكابتن عادل هيكل، ومجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل متواجد في مسجد عمر مكرم لتلقي واجب العزاء. لكن النهارده عندنا فقرات كثيرة، النهارده بالتأكيد يوم الأربعاء ليلة خاصة، حضورنا النهارده هيكون الكابتن علاء ميهوب أحد نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي، وحديث شامل عن الرياضة بشكل عام وكرة القدم ومشوار الأهلي في البطولة العربية وتأهله من ثم أيضا كمان إلى الدور نصف النهائي في البطولة الأفريقية. فقرة ثابتة كل يوم أربعاء مع أحد نجومنا في النادي الأهلي الكابتن علاء ميهوب، ثم فقرة أخرى متعلقة بالحديث عن مباراة الأهلي والنجم اللبناني، وعندنا مداخلات كثيرة وعندنا أحاديث عديدة وفيها تقارير مختلفة تماما للحديث عن مباراة الأهلي والنجم اللبناني، وهنروح للبنان نشوف الأحداث هناك في بيروت وكيف يستعد الأهلي لهذه المباراة الهامة، مباراة مهمة جدا بإذن الله غدا أو يوم الجمعة تحديدا في الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة. والفقرة الأخيرة فقرة الألعاب الأخرى مع الكابتن خالد العوضي، وعنده النهاردة نجوم وأبطال كرة اليد اللي حققوا البطولة الأفريقية للشباب مع الكابتن طارق محروس المدير الفني. إذا النهاردة ليلة استثنائية فيها العديد من الفقرات والموضوعات، وبالطبع النهاردة مع الأهلي الليلة هيكون فيه كل الجديد سواء في كرة القدم أو الألعاب الجماعية والألعاب الفردية. زميلي إيهاب. أكيد يا محمد، وطبعا هنبدأ على طول بحوار مهم لكن بعد الفاصل، معانا النجم الكبير الكابتن علاء ميهوب. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي والاهلي الليله.
الاهلي الليله النهارده الاربعاء، طبعا يوم الاربعاء بقى فيه فقره ثابته كلكم بتستنوها، مش عشان انا طبعا، عشان ضيفي اللي دايما بيبقى موجود معايا، واحد من النجوم الكبار اللي كل يوم اربعاء هنتكلم فيه في كل الاحداث اللي دارت داخل اسبوع عشان تسمعوا بقى اراء ثاقبه واراء مميزه. نجمنا الكبير طبعا ونجم كل يوم اربعاء الكابتن علاء مهوب، مبسوط ان انا موجود معاك. الله يخليك يا ايهاب، ما جايز ان الاربعاء عشانك انت مش لازم عشانك. لا لا عشانك يا كابتن. طب عشان كلنا. وهل يخفى القمر؟ لا ربنا يخليك يا ايهاب. سعيد بوجودي معاك طبعا كالعاده. الاسبوع ده سخن قوي، نبدا منين؟ عايز تبدا منين؟ اكيد هبدا بانتصار الاهلي طبعا، بس قبل ما نتكلم عن انتصارات والنادي الاهلي وفريق الكوره طبعا كل الاعزاء في كابتن عادل هيكل وكابتن حازم كرم، ويمكن انت كلمت انت ومحمد على كابتن عادل. الله يرحمه ويسامحه، انا هتكلم على كابتن حازم لان انا عشرت كابتن حازم كتير جدا في النادي الاهلي مع كابتن جوهري في الفتره كان موجود فيها في منتخب مصر فتره طويله جدا جدا جدا. من سيبك من حارس مرمى ولعب في النادي الاهلي، انا بتكلم على الشخص او الشخصيه، الشخصيه نفسها يا ايهاب شخصيه محترمه جدا، جميله جدا، مثقف جدا، مؤدب جدا جدا جدا. كنت زمان وفي النادي الاهلي كنت بشفق عليه في حاجه، والله العظيم بتكلم معاك بجد يا ايهاب، لما كان موجود كابتن ثابت الله يرحمه كابتن اكرامي، هما الاثنين موجودين طبعا ويتلاعب مين في الاثنين، فكنا كل اسبوع بنسمع حد بيزعق وخناقه ما بين كابتن ثابت الله يرحمه او كابتن اكرام. الثاني طبعا عايز يلعب، لكن اللي هو ازاي مش مش خناقه لكن عايز يلعب، المنافسه شريفه على اللعب. فتخيل ان هو كل اسبوع كانت عنده المشكله دي، لدرجه قال لنا يا جماعه انا بقت بكره اليوم اللي قبل الماتش عشان يبقى بيقول لي كابتن جوهري هيلاعب مين المباراه القادمه، وبتتكلم في اثنين اساطير حراس مرمى اساطير طبعاً. كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن اكرامي، كان لسه كابتن احمد شوبير مباشر يعني المره الوحيده في التاريخ اللي اتعمل فيها التناوب بين حراس المرمى، اتعمل اثنين اثنين مستويات عاليه قوي واثنين منتخب مصر اثنين كبار قوي، كان لسه وقتها كابتن احمد شوبير لسه يعني بيقول بيحفر في الصخره عشان يلاقي مكان يوصل فيه، لكن طبعا بصبره اللي ما شاء الله يحصل عليه وصل وبقى حاجه كبيره جدا طبعا. كابتن احيانا بيبقوا اثنين نجوم كبار في جيل واحد وفي فرقه واحده وفي مركز واحد زي حراس المرمى بيظلموا بعض مهما كان التنافس، غصب عنك هتظلم حد فيهم غصب عنك اهي مهما كان التنافس، وان حته كل واحد بالدور دي مع مرور الوقت ثبتت فشلها ما ينفعش. هي ما نجحتش غير مع الثنائي اللي هو طبعا جايز على طول واثنين عمالقه بالظبط، هم اثنين اللي هو الاثنين موجودين على طول فما فيش مشكله فيه. لكن هي بعد كده لا فشلت طبعا، لكن خصوصا في انت بتتكلم في مركز حارس مرمى ما فيش وما اتعملتش القصه دي في العالم خالص طبعا خالص. لكن هي اتعملت بالتناوب شويه وبعدين رجعت تاني اللي هو الاحسن او اللي شايفه المدير الفني. البدايه زي ما حضرتك قلت مباراه الاهلي والفوز الكبير، حريكو ناكري، شفت المباراه ازاي؟ كنت قبلها الاربع اللي كان قبل المباراه كلمت انا وانت ايهاب وكنا اتكلمنا، قلت لي انت شايف ايه في الفريق بتاع حريه الغيني؟ قال لك الفريق بيلعب كوره كويس قوي لكن مفيش خطوره. وده اللي كان مريحنا انا، يعني ما رضيتش اتكلم عشان مش عايز اقول اسبق ان لا المباراه سهله واحنا ان شاء الله هيبقى احسن، لا لكن هو زي ما توقعت. النادي الاهلي عامل حساب فريق كويس قوي، لان كنت في التمرين اللي قبل المباراه بيومين، فشايف التركيز كويس قوي، شايف شغل السكرتيرون كويس قوي في الملعب، شايف اللعيبه عامله ازاي في الملعب، يمكن قعدت من التمرين لحد ما خلصته، فحتى ما كانش عندي شك الحمد لله احنا هنكسب وهنكسب بسكور كبير وشكل حلو، وده اللي حصل. يعني كنت متوقع السكور؟ والله يا ايهاب ما كان عندي شك. بس ما بحبش اتكلم قبل مباراتي عشان يعني عارف ما بحبش. هنتكلم في مباراه النجمه وهتقول لي بقى هنتكلم هتقول لي بقى نتيجه لا النجمة بقى النجمه هتكلم هتقول لي بقى نتيجه كلام مختلف، لكن ماتش حريه الغيني لا انا كنت مطمن، زي ما بقول لك الفرقه ما فيهاش خطوره وده اللي حصل في المباراه. تركيز كويس قوي، الناس نازله الملعب، الجماهير طبعا مداك دفعه كويسه، ارضيه الملعب كويسه جدا، ما عندكش اي مشكله خالص. حصل اللي انا كنت متوقعه، ضغط كويس قوي على الفريق الغيني، استحواذ هايل في نص الملعب بوجود حسام وهشام محمد، مباراه ممتازه عملوها الاثنين حتى لو مش ظاهرين قوي، لكن بتتفرج على المباراه كلها يا ايهاب دورهم كان مهم جدا في المباراه، في حاجه واحده بس مهمه في كره القدم دلوقتي اسمها الكره الثانيه، اللي هي تقطع الكره الثانيه تبقى معاك على طول، بتعمل هجمه بتترد لا يبقى انت مستحوذ عليها، انت بتبقى الهجمه ثاني. حسام طبعا بخبرته طويله جدا في الملاعب عامل هايل، هشام من ولاد النادي الاهلي وكان بتمرن معاه وهو صغير جدا دخل خلاص تاني وكنت متوقع ان هو يبقى نجم كبير والحمد لله هو فعلا نجم كبير، فكان مديك استقرار في نص الملعب. ولادك برضو هشام ثلاثي تحت راس الحربه حاجه ممتازه جدا، وليد طبعا حركاته كتيره جدا، اللي فرق اللي عمل معاك الفرق والنجم المباراه يمكن الاول وليد سليمان. عايز اقف عند وليد شويه، وليد سليمان لعيب مميز جدا، لعيب بلغه الكوره بنقول عليه لعيب راجل عنده كل المواصفات والامكانيات،
جمهور الاهلي بيديله حق. وانا كنت موجود في المباراه في تغييره وليد سليمان، الملعب كله قام وقف على رجليه وسقف لوليد. تغييره ذكيه جدا جدا من مسك كارتيرون، بيدي وليد اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي. احلى لحظه لعيب الكوره يا ايهاب لما يشوف جماهير بتسقف له. مفيش بعدها سعاده. الملعب كله يا كابتن والناس ايه؟ كل الملعب وقف. ليه؟ انهم شايفين واحد بيأدي كويس قوي، راجل في الملعب لاخر لحظه بيجري، دم نازل بيتضرب وبيقوم، احرزوا الهدف اللي هو هداك وطمنا خلاص. فكل المواصفات دي كانت في وليد في المباراه دي، الى جانب ان معروف وليد حبه وغيرته عن النادي الاهلي. خد بالك يا في نقطه انت اكيد عارفها طبعا، بحب اقول بس للساده المشاهدين، جمهور النادي الاهلي ما بينساش اللعيب، ما ينساش اللعيب ده كان بيعمل ايه في الملعب. ما ينساش حتى لو في اليوم ده وحش، لكن لا ده عنده اللي بيني وبينك مش ماتش ولا يوم. عنده تاريخ طويل قوي عند الجماهير. لا ده جدع، ده الراجل ده بيحاول، ده بيحب النادي، الحاجات دي كلها هو كلام سهل جدا بيطلع مني ومنك، لكن عند جماهير النادي الاهلي دي علامات بتعلم كده، بتعلم في قلوبهم قبل دماغهم. لا وليد في المورال السابقه امتياز. تغييرته في الوقت ده احسن تحيه ليه. خد تحيه الجماهير ممتازه طبعا بالشكل وخارج، مبسوط جهاز الفني مبسوط، جماهير بتديله حقه في المباراه. ان وليد حتى لو هو خارج وانت كسبان 4 وما اداش الاداء ده بالشكل ده بالروح دي، الناس هتقوم هتسقف فرحانين بالمكسب. لكن انت تخيل يا ايهاب الناس بتسقف لوليد، لا انت حقك هو ده التسقيف والتحيه اللي خدها وليد، حقك واحنا مبسوطين جدا المباراه والنهارده انت هايل. رساله بسيطه جدا، رساله ومجرد جماهير عظيمه في المدرجات بتسقف. كابتن علاء تفسر بايه عدم اختيار وليد سليمان في الفتره الاخيره والفتره دي في منتخب مصر؟ لسه هقول لك، والله لسه هقول لك، بعد كل ده اللي احنا بنتكلم عليه هو مش ضمن التشكيله في منتخب مصر. سؤال كبير جدا. هل ليه مكان في المنتخب؟ ليه طبعا، ليه طبعا يا ايهاب، مفيش حاجه اسمها. بص يا ايهاب، لعيب الكوره مواصفات وليد مفيش حاجه اسمها ملوش مكان. لعيب الكوره مواصفات يوسف اوباما مفيش حاجه اسمها ملوش مكان في الزمالك. ما ينفعش. لعيب كويس طبعا. طبعا لعيب كويس جدا جدا كمان، وغيره على فريق الزمالك وبيفرق وشكله حلو في الملعب، وكان معايا في منتخب الشباب وتنبأت ان هو يبقى كويس. كان جاي الاهلي فتره، كان جاي كان في كلام بس ما حصلش نصيب، وهو في الاتحاد، وهو في الاتحاد وكان بيتمنى يعني، هو كمان اصل بقول لك ده واحد من ولادي في المنتخب، ف يعني كان نفسه طبعا يجي النادي الاهلي وكان هيبقى حاجه جامده جدا. هو اكيد حاجه جامده جدا في الزمالك دلوقتي، لكن تحس ان هو نفسه امكانياته حلوه، هايل طبعا، عنده روح وبيقدر بس قوي. دي اللي انا هقول لك عليها، نفس وصفات وليد، غيره جدا على نادي الزمالك، بيحب نادي الزمالك قوي، لعيب في الثلث الهجومي، لا ليه شان وشان محترم جدا، غريب جدا. نفس اللي بقوله على وليد سليمان، انا انتمائي اهلاوي لكن من حقك لما تيجي تتكلم في حاجات كوره لازم تدي كل واحد حقه. طبعا يوسف لازم يبقى موجود في منتخب مصر. سؤال بطرحه للجهاز الفني، يعني مش بفرض حاجه، لكن انا بس يعني انا بدردش معاك. احنا يعني هو حلاوه برنامج معاك، انا بدردش معاك، انا مش احنا بندردش، انا مش ولا كاميرات ولا حاجه خالص. ما دردشش مع الكابتن هاني رمزي، ما تقابلناش لحد دلوقتي خالص، لكن هاني يمكن عندي اخوه صغير وشخصيه جميله، لكن ما فيش كلام حصل بيننا لحد دلوقتي. يمكن لما نتكلم مش فرض راي برضو ايهاب، لكن هي دردشه مع اثنين فيهم. طب هم اصحاب القرار واكيد هم ليهم نظره، لكن انت احنا بتقول وجهه نظرك زي ما انت شايف ان وليد في الاهلي الناس كلها بتقول ليه بره، انا شايف كمان يوسف اوباما في الزمالك ليه بره، اثنين كويسين جدا. ما انت عامل الدوري اللي عامله ليه يا ايهاب؟ ليه؟ عشان هي الحته دي، كل لعيب من جواه نفسه يروح منتخب مصر، خصوصا اللعيبه المهاريه اللي زي وليد وزي يوسف. يمكن اختيارات اجيري وكابتن هاني رمزي الفتره اللي فاتت اعتمد شويه على يعني النزول بالسن، ممكن ده يكون سبب ولا دايما ده بيبقى اختيار؟ وبيفكروني يمكن بباب ردي لما جه في البدايه واستبعد ابو تريكه واستبعد فتحي وبعدين رجع برضه شاف اللعيبه وشاف ورجع لعيبه معينه. انا ممكن اعمل مقاطعه بقى كمان، عشان احنا في واحد نسيناه من نجومه برا عشان السن، انا افتكرته عشان السن، احمد فتحي. احمد فتحي ما انا جاي لك في واحد واحد. يعني احمد فتحي يعني بص يا هاب، موضوع ان لعيب السن بيحكمه دي مرفوضه. بيحكم بس بيحكمك ادائك في الملعب. انا كمدير فني بحكم على ايهاب ازاي؟ بادائه في الملعب. هو انا قبل ما اتكلم على اداء ايهاب بقول هو سنه كام؟ ما ينفعش، انا بشوف الاداء وبعدين اتكلم بقى على حاجات تانية. عارف انت وديتني لحته غريبه قوي. قول. يعني هل المدير الفني لما بيجي بياخد فرقه بيقول لهم بيشوف اللعيبه مثلا بيختار ده يقولوا لا اصل ده كبير يقولوا انت خلاص، ولا هو بياخد اللعيب من اجل لعيب؟ ما هنا برضه معيار السن هم عملوه ازاي؟ هل اجيري عارف اعمار لعيب المنتخب
ولا الجهاز مثلا بيجي يقول لك اللعيب ده مميز، طب اللعيب ده مؤدي، طب ده كذا، بيقولوا له اعمار. ما هو اللي انا متاكد توصيفها يبقى ازاي؟ انت قلت حته حلوه يا وهاب، اللي انا متاكد منه ان ممكن مستر اجيري لسه سال احمد فتحي لكن ما شافش احمد فتحي. سال ده سنه كذا فما مهتمش. لان في ناس صغيره موجوده كتير قوي، لكن هو لو اهتم هيعرف ان ده عنصر اساسي في النادي الاهلي وعنصر اساسي مؤثر في منتخب مصر. انا برضو عايز اقول حاجه، معظم مديري الفنيين يا تلاقيه في ورش عمل، يا تلاقيه مسافر بلده، وتلاقي الجهاز اللي معاهم بيحضر كل الماتشات، وفجاه بيجي الراجل بيقول لك احنا بنبعت لبعض فيديوهات، ونبعت زي ما حصل مع كوبر، الراجل ده لسه ما شفناش اللي بيحصل معاه، وفي الاخر فضلنا فتره كبيره جدا مع هيكتور كوبر نفس الانماط ونفس الناس، كانش بيضم حد خالص، وفي الاخر اتحرم المنتخب من وجوه كتيره جدا طبعا كانت المفروض تبقى موجوده الفتره دي. ودي يمكن حاجه سيئه في المدرب المش وطني. هي دي المشكله للمدرب. بس الجهاز وطني. جهاز وطني بس هي وجهات نظر. لما يكون المدير الفني هو اللي بيختار يا ايهاب غير المساعد مع احترام كل الناس بتفرق. هو شايف، هو وجهه نظر، هو في الاخر هي اللي هتمشي، فهو بيشوف اسامي، بيشوف فيديوهات، بيشوف لعيبه، لكن غير لما يكون في الملعب. في حاجات يا ايهاب في الملعب بتتشاف على لعيب الكوره بتحكم عليه، الراجل ده فاهم ولا مش فاهم ولا ولا ايه بالظبط. ما هو في تحرك بيتعمل، الكادر الكاميرا ما بيجيبوش، انما انت قاعد في الملعب بتشوف. ده اللي انا بتكلم عليه، كادر الملعب بيبين لك. اوقات كتير قوي انت بتبقى مثلا الفريق بيهاجم بس انت عينك على مدافعينك هم واقفين فين، اتحرك ازاي، بس هي دي. لعيب زاد ولا يعني دايما الكوره لف ورجع ازاي. زي ما كنا شغالين في مع مستر جوزيه وكابتن حسام وكده، ما اشتغلت مع كابتن حسام، كابتن حسام كان دايما مهتم يقول لي واحنا بنهاجم علاء دايما عينك على مدافعينا، شوف واقفين ازاي، شوف المنظر ازاي. هو ده المدير الفني دايما موجود يا ايهاب، هي دي بس المشكله. لكن في ناس يا ايهاب ما ينفعش افكر تبقى بره ولا جوه، على راسهم احمد فتحي مع احترام الكامل لكل اللعيبه الموجوده. احمد فتحي ما ينفعش اقول بره ولا جوه، احمد فتحي طول ما هو كويس وسليم احمد فتحي منتخب مصر. انا من السن هنا بقى ملوش معيار. انت ما تعرفش سن احمد فتحي. هو ده، ما هو ده اللي سؤالي كان، هو ده ملوش معيار طبعا خالص. طبعا معيار ايه الراجل اللي وصل لحد الخط 18 ويجيب جول برجليه الشمال وبيدخل 4 5؟ الراجل عرف سن وليد سليمان واحمد فتحي منين؟ ما هو من الكلام اللي اتقال له. طب وشاف اللعب؟ لا ما هو شاف اللعب بقى، ده هيبدا هو هيبدا يغير رايه. الفتره دي عنده ورش وبتاع مش موجود. لا مش شايف، لا مش شايفها ورش، ما ينفعش. اداء عجبك؟ ولكن طبعا ليله المباراه والتدريب، حضرت التدريب، شفت التدريب بتاعت النادي الاهلي، حسيت كده من التدريبه والتحركات ان حمودي هيلعب، كانت مفاجاه. هايل، كان هايل المباراه كمان حمودي. انا مش عايز انسى ناس كتير ان حمودي عامل مباراه حلوه قوي، يعني اول مره اشوف حمودي بقى لي فتره ما شفتش حمودي بالمستوى ده. واضح برضو ان هو عايز الحاجه الحلوه المعموله في فريق النادي الاهلي يا ايهاب، حته منافسه بذكاء يعني يحسب لمسك كالدرون. هو عامل حته المنافسه اللي دايما انا بحب اتكلم عنها، دايما تلاقيني بحب اتكلم على حته المنافسه مع الفرقه الكبيره. هو عامل منافسه حلوه قوي مع نجوم في النادي الاهلي، حمودي منهم. حمودي عامل مباراه ممتازه وعامل هدف الاول حلو قوي، تكمله وليد سليمان نموذجيه. يعني تخيل لو وليد مش موجود في المكان ده الهجمه دي ملهاش اي لازمه، هتلاقي كل المجهود اللي عمله حمودي ده بعيد خالص. قاطع لعيب، قاطع معاه ورايح، بس مكمل راس حربه تاني بعد وليد اللي هو خد الناس تانيه فساب الحته القريبه. حمودي شايف، على فكره حمودي مش لعيبه كده، حمودي معدي وعلى يمين وعاملها في المكان ده بالظبط، شايف عشان طريقه حتى الباصه بالزبط. يعني الفينش بتاع حمودي ما يلعبوش غير لو شايف حد في المكان. فهو لا حمودي كان عامل مباراه كويسه جدا كمان. هم المباراه كلها كانت حلوه فيها نجوم كتير، لكن في ناس كانت نقول لك ايه بتعلم في المباراه، حمودي كان واحد منهم. ما توقعناش النتيجه الكبيره، لكن انت قلت لي انا توقعت النتيجه وان الاهلي يكسب، على الرغم ان قلنا فريق حريه كوناكري هيلعب بشكل افضل هنا لان هنا الملعب افضل بكتير بالزبط. وهم برضو لعيبه الكوره ما بيطفشوش، بينقلوا من تحت. الخطوره ايه؟ الخطوره مفيش، بس حتى كان في بعض الاخطاء، كور عاليه كده بعد الاخطاء الشناوي، ودي برضو عايزه واقفه. هل الفوز بالرباعيه ده خادع وفي بعض الاخطاء برضو محتاجه علاج؟ مفيش مباراه بتطلع بدون اخطاء مهما كان الفوز عالي، مفيش مباراه كره قدم في اي حته في العالم يا ايهاب غير المدير الفني مهما كسبان وعامل عرض كويس قوي الا بيصطاد خطا، وده ذكاء مدير فني، ما بيفرحش بالنتيجه ويفرح بالاداء، بيبص على اخطائه ان هو بيدور على دايما انا عايز اوصل لاقل نسبه اخطاء في المباراه. يعني مش هوصل للكمال، مفيش حاجه كامله، لكن هو بيحاول الحاجات الايجابيه جميل خليها على جنب، ايه اللي ناقصك؟ سلبياتك، ابص على السلبيات اللي هي طبيعي قليله، لان سلبياتك قليله
ايجابياتها الكبيره يطلع العرض اللي احنا اتفرجنا عليه مع الاهلي. لو العكس هتلاقي عرض وحش جدا مش هنتكلم عليه خالص انا وانت. عشان كده بقول لك دايما ايه، بدور على السلبيات. كان في سرحان من فلان، في كوره عاليه اتلعبت بالهيد اللي مسكها الشناوي، الحاجات دي لما اتكلم عليها حاجات بسيطه، لكن عندك بقى ايجابيات حدث ولا حرك في المباراه دي. قلت الوليد ازارو ايه بعد المباراه؟ ما فيش، قلت له هارد لك ومباراه حلوه، تحرك كويس جدا طبعا، كان نفسه في هدفه كده، لكن عجبني شغله لاخر سنه بيشتغل. هو ده بقى اللي التلفزيون مش جايبه يعني دايما الفينشنج او اللقطه الاخيره كامله جابها وليد ازارو. عمل كميه سبرنتات في اخر ربع ساعه، مش انا بقول لك، انا قاعد في الملعب شايف من اول ربع ساعه يا هاب لحد اخر ربع ساعه وليد بيتحرك. الهدف اللي جابه اسلام جه ازاي؟ وليد كان فين؟ وليد كان ناحيه اليمين، اتلعبت لوليد سليمان للناحيه الشمال، اتلعبت لاسلام المكمل. جمله حلوه فيها شغل التدريب، معموله كويس قوي، تكمله جمله معموله حلوه قوي. جون صلاح محسن كمان واخد واخد وفاتح كل ما حدش قابل صلاح، وجاي صلاح الدنيا قدامه فاضيه وحطها حلو قوي. هو ده، هو ده بكام عليها. بقول لك واحد بيشتغل عايز يجيب اهداف، وما كانش في اهداف لكن بيشتغل للناس اللي جايه. الكاميرا بتجري بتيجي عليه، بيجري كميه جري. هو ده لما الاهلي يمسك الكوره بيتحرك. ارجع لو رجعت بالذاكره، هات اي مباراه لوليد ازارو في الاول خالص اول ما بدا، مش هتلاقي اللي بيحصل دلوقتي. طب ده عايز له كاميرا لوحده وتصوره زي ما هو في الناس زي بره. بره والله بجد. والله بره بيخلوا كاميرات كده اللي هم طبعاً. وليد لا، وليد اللي عاجبني فيه كل شويه في تطور في في في, في الحاله بتاعته الفنيه. اسمع كلامك اقول لك، انا بحب اتكلم معاه. لا اقول لك ليه بسمع كلامك، لانه كان نفسه يجيب هدف، وكارترون الجهاز الفني يعني في تغييرات كانوا بيعملوا له انت موجود وشد، بس ابتدى يبقى هادي يعني ما يستعجلش حتى. لا لا لو لا. راحت منه فرصه او حاجه ما يضايقش زي الاول. هادي ايوه. بص هي بلغه الكوره بدات تقل تقل، بس وليد تقل خلاص. صح. واخد على خلاص، واخد ان هو يجيب اهداف، ممكن ده اهداف، لكن لو ما حرصت اهداف هو عنده مهمه ثانيه. الناس بقى يبدا يشتغل شغله اللي هو يتحرك، التحركات احنا بنتفرج عليها اللي انت اتكلمت عليها دلوقتي، وانا اتكلمت على الهدف اللي جابه اسلام. ما دي تحركات راس حربه، مش انا اجيب اهداف وبس. ممكن ما اجيبش اهداف فانا هبقى متضايق، هقف مكاني مش هتحرك، بالعكس هتبقى سلبي على الفريق. لكن انت بتعمل كل حاجه، الايجابيات اللي انت لازم تعملها. بص يا اهاب، الحاجه دي ما بتجيش من كلام مدير فني، حاجه بتيجي من جواك انت، حاجه نابعه من جواك. انا عايز ابقى كويس، انا عايز اتطور. هو ده وليد. وليد من سنتين تطور مستمر، تطور مستمر في كل حاجه، زي ما انت قلت، هدوءه في الاهداف، صناعه اهداف للناس اللي حواليه، تحركه اللي ما شاء الله الله اكبر عليه 90 دقيقة ما بيقفش ثانية، مع كمية طبعا التحامات كبيرة جدا، لكن هو ما شاء الله في زيادة في مستوى على طول. وفاق سطيف مباراة مهمة جدا، نهائي مبكر، أوائل المجموعات كلهم خرجوا باستثناء الأهلي، والبطولة صعبة جدا، لكن المواجهة الجاية مواجهة كبيرة ونهائي مبكر أمام فاق سطيف. مباراة صعبة، أنا اتفرجت على فاق سطيف الماتش اللي كان في المغرب آخر مباراة 0-0. اتفرجت عليه بس كان في حاله دفاعيه دايما، لكن هو فريق منظم كويس قوي يا ايهاب، عنده حارس مرمى مستوى عالي جدا جدا جدا، فريق بيلعب كوره كويسه. مقلق، فريق مقلق قوي مقلق قوي، وفي شراسه في اللعب، مش ازاء لكن شراسه في اللعب، فرقه قويه بتلعب كوره بقوه. فاما يجي يعني لما يجي التحضير للمباراه دي اكيد هيتفرجوا على المباراه مره واثنين وثلاثه ويشوف احسن عناصر، لكن مجموعة المباراتين يا ايهاب مش سهله زي حوريه الغيني طبعا خالص. القرعه بتظلم الاهلي لما بيلعب مباراه الذهاب على ملعبه ومباراه المباراه الثانيه بتبقى بره شويه يعني. مع فريق بقيمه النادي الاهلي شايف ان هي بقت حاجه ما تفرقش بره زي جوه، بقت حاجه عاديه. بالعكس الناس بتعمل لك انت مليون حساب. انا خلاص، هم يقول لك دلوقتي انا هلاعب سيد افريقيا، سيد افريقيا دي تتعب اي منافس مهما كان هو قوي في بلده، لكن لما يسمع النادي الاهلي سيد افريقيا في البطولات كلها لا، بيتصدر له القلق. والقلق في حاجه اهي، هو بيلعب على ارضه، هو عايز ايه؟ هو مش عايز مكسب، هو عايز مكسب ومكسب مريح. مع النادي الاهلي انت بتدور على حاجه مستحيله، ان انت لو هاجمت بالضراوه والقوه دي انت سهل جدا هتقبل هدف، قابلت هدف على ملعبك دي يعني بيصدر لك مشكله جامده جدا في العوده. وكم من فرقه جت لعبت النادي الاهلي على ارضه وعلى ملعبه
وافتخر بتحقيق نتيجة إيجابية سواء هدف إيجابي أو تعادل إيجابي أو تعادل سلبي، إنها حسمت من ملعب الأهلي، ولكن المفاجأة بتبقى في ملعبه هو. بالظبط، عشان كده دايما بيقولك إيه، حاول تحرز هدف بره ملعبك، بتبقى حاجة بالنسبة لك إيجابية جدا يا إيهاب. ويقولك دايما بيبقى سهل ما بتلعب بره إحرازك الأهداف، إن الفريق المنافس عايز يكسب، مش عايز يكسب مكسب عادي، عايز يكسب مكسب مريح في القاهره، لانه عارف النادي الاهلي يعني ايه نادي الاهلي، عارف جماهير النادي الاهلي الحماس كله حوالين فريقه، عارف لعيبه النادي الاهلي نجوم النادي الاهلي، عارفين النادي الاهلي لما يخش بطوله افريقيا هو ما بيدورش غير على حاجه واحده بس، لقب هو بيبص على النهائي بس، ما بيفكرش غير في كده. عشان كده دي الصعوبات اللي بتقابل اي فريق بيجي يلعب النادي الاهلي. في وسط كل ده النجم اللبناني مكانه وموعد في البطوله العربيه، مباراه مش سهله، منافس حقق نتيجه على ملعب الاهلي، نتيجه التعادل نتيجه يعني ما كانتش متوقعه خالص، عنده جمهور كبير جدا، مباراه صعبه، مباراه قويه في ظل ضغط المباريات وفي ظل بعض الغيابات في النادي الاهلي. مباراه صعبه، النتيجه هنا 0-0، هتلعب في لبنان، عايز اقول لك حج جماهيري مش طبيعي لوجود النادي الاهلي هناك، النادي النجم نادي كبير، نادي عريق ليه تاريخ كبير جدا في لبنان، يهم جدا هو عايز يفوز على النادي الاهلي في البطوله العربيه اللي هي عامله عبء وعامله حمل كبير جدا على النادي الاهلي، دي لقطتنا الخاصه دايما متواجدين مع الفريق. فطبعا هم في حاله معموله، عايز اقول لك في لبنان على طول انا اتصال بيهم هناك، في حاله معموله في وجود النادي الاهلي في لبنان، حاله حلوه على فكره، الناس فرحانه بيه كويس جدا هناك، واستقبال حلو قوي، لان النادي الاهلي يعني سفير فوق العاده في اي بلد بيروح. التسعينات الاهلي ما راحش. بالظبط. فطبعا كل الجماهير مستنيه، وعلى عكس يا كابتن الناس بتتكلم ان الرياضه في لبنان كره السله وبعدين كره القدم، هي كره القدم الشعبيه الاولى في لبنان، ولكن نتائج كره السله هي الاقوى في لبنان. هي الاقوى فعلا، عشان كده بقول لك المباراه واخده طابع خاص جدا واهتمام كبير جدا بنجوم النادي الاهلي، والنجم اللبناني قمه التركيز 0-0، ولو يعني عايز يكسب النادي الاهلي هيبقى حدث تاريخي مش حدث في مباراه. خدوا ثقه من مباراه الذهاب. بالظبط. لكن زي ما بقول لك انا النادي الاهلي نجومه بيحبوا الاجواء دي، بيحبوا يلعبوا كده. جماهير وناس بترحب وناس عايزه تكسب، تحس انك رايح مضغوط. بالظبط. وفي منافسه كويسه قوي، والنادي الاهلي زي ما بقول لك بيلعب على عايز البطوله دي كمان ان شاء الله يعني. فالاجواء حلوه، الاجواء هناك مريحه جدا كويسه جدا، وبعدين يعني الجمهور اللبناني او الشعب اللبناني شعب مرحب جدا، ما فيش حته شراسه او حد هيغلس على لعيبه النادي الاهلي، بالعكس ده رايحين حبا يمكن. بالظبط. انا بقول لك الناس مرحبه جدا بالنادي الاهلي في لبنان، بتمنى يا رب ان شاء الله المباراه تخرج باداء كويس ونتيجه ان شاء الله يعني يرجع بيها النادي الاهلي. ثقه النجمه اللي خدها من مباراه الذهاب تخليه على ملعبه بكره يؤدي اوبن جيم، يعني يلعب جيم مفتوح، ولا برضه هيبقى متحفز لانه بيلعب الاهلي؟ في عمر ما هيلعب جيم مفتوح مع النادي الاهلي. هو عارف كويس قوي النتيجه 0-0 هنا مع النادي الاهلي، لكن هو عارف ايه النادي الاهلي وايه نجوم النادي الاهلي، عشان كده هيلعب بتوازن كويس قوي، لكن هو عنده هناك حافز جماهيره ملعبه، هيحاول يعني يستثمر العنصرين دول. لازم هو عايز جماهير كويس قوي، طبعا الملعب مقفول انا متاكد ده حاجه منتهيه تمام، وارضيه الملعب هيحاول يعني عايز العنصرين دول معاه، هيبدا بضغطه هيبدا، لكن مش هيلعب مفتوح مع النادي الاهلي، لان هو عارف متاكد ان ممكن في ثانيه هيستقبل هدف، استقبالك هدف على ملعبك هيصعب الامور عليك جدا. في ظل الضغوط يا كابتن بتطلع من دوري تخش في افريقيا، ومباراه افريقيا بقت مضغوطه، وفي وسطهم كمان بطوله عربيه، طبعا ضغط كبير جدا على اللعيبه وعلى الجهاز الفني. لسه كنت اقول لك، ما انا بقول لك بطوله عربيه طلعت لك كده عامله عليك ضغط دوري، كاس افريقيا، بطوله عربيه، ارتباطات منتخب مصر اللي معظم لعيبتك مش موجوده معاك، كل دي ضغوطات على اللعيبه كتيره جدا، لكن انت كنادي وكاسم ما شاء الله في افريقيا والوطن العربي كله مطالب تبقى موجود في البطولات دي، هيبقى عليها ضغط، لازم نعرف انها مضغوطه جامد جدا على اللعيبه كمان، لكن انت عندك الحمد لله كم نجوم هيسمح لك انك تلعب في اي بطوله، زي ما انت قلت احنا تعادلنا 0-0 هنا، وكان في كم كتير جدا غياب من اللعيبه، لكن الاداء كنت ممكن تكسب كمان، كان فرصك تضيع كتير قوي، لكن دايما النادي الاهلي غني بنجومه، وان شاء الله قدموا مباراه كويسه ورجعوا بنتيجه ان شاء الله كويسه. طبعا ان شاء الله يرجعوا بنتيجه كويسه، لكن مباراه صعبه جدا، مباراه قويه، مباراه زي ما انت بتقول دايما لعيبه الاهلي تحب المباراه دي،
المباريات اللي كل الناس بتشوفها صعبه وكبيره تركيزهم كل المباراه كانت بتبقى فيه اللعيب مركز، لكن المباراه دي اللعيبه تركز فيها اكتر شويه. اه لان المباراه بتبقى الفاصله زي المباراه بتاعت افريقيا السابقه. التركيز عالي جدا، انا عايز اخلص، فتلاقي التركيز انت اللعيبه كلها بالجهاز طبعا كل حاجه في قمه تركيزهم. زي المباراه دي مباراه فاصله، لازم ان شاء الله يقدموا مباراه اداء كويس وان شاء الله يرجعوا بمكسب هنا للنادي الاهلي ان شاء الله. عشان كده بقول لك تركيز ليه عالي جدا، وده بيبقى من هنا يا ايهاب، مش من هناك. التركيز طبعا ده بيبقى من هنا. بعد المباراه دي هتبقى برضو الاستعداد للمباراه الافريقيه اللي بنتكلم فيها. بجد يا كابتن فريق مضغوط، في اصابات، سولية هيغيب للاصابه، فضغط المباريات برضو عامل ضغط في تكرار الاصابات وعدد زياده الاصابات في الفريق. هي دي حقيقه، وخصوصا انك بتتكلم على ناس اساسيه في الفريق بتاعك، يعني عمرو السليم من العناصر الاساسيه الموجوده عندك، اصابته يعني سخيفه شويه عشان كده هتاخد وقت. لكن دايما بقول لك في نجم بيغيب في نجم تاني، احنا بنتكلم انا وانت بدايه الحلقه على هشام. طبعا هشام هو في عمرو السليم وحسام، في بعدهم هشام، في بعدهم اكرم. يعني هو الترتيبه موجوده، وزي ما بقول لك كله عايز يلعب، كله متاهب، وحاجه ايجابيه جدا. هشام لعب، هشام تحس ان هو بيلعب من بدايه الموسم، مفيش مشكله، متفاهم جدا مع عاشور، جاهز، عامل مباراه حلوه، جاهز كمان، دي مهمه جدا. عشان كده دايما ايهاب بقول لك النادي الاهلي غني بنجومه، مش اي نجوم، لا ده نجوم كبيره جدا. وقت ما بتحب في نجم غاب، لا في نجم تاني موجود وهيلعب بشكل كويس جدا. الحديث عن تصعيد عدد من الناشئين للفريق الاول، قطاع فيه عدد من اللعيبه المميزه اللي هيبقى ليها دور الفترة الجاية؟ خصوصا هتبدا من 97 مع كابتن علي عبد الرحمن، عنده مجموعة ممتازة، وكنت كلمتك في الحلقة اللي فاتت عليهم. احنا بدأنا الكلام فيها بدري، وبعدين الكلام تطور والتقارير الإعلامية كلها بتقول إن في عدد من اللعيبة هيكونوا موجودين مع الفريق الأول. دي حقيقة، من 97 هو دايما مستر كالترون بيشوف دايما السن الأقرب للفريق الأول، هو كابتن علي عبد الرحمن، عنده مجموعة لعيبة ممتازة في كل الأماكن على فكرة إيهاب. كنا السنة اللي فاتت احنا الحمد لله باللجنة بالناس اللي كانوا معايا قدرنا نجيبهم من النادي الأهلي، تحتهم بقى 99، تحتهم 2000، لا عندك مجموعه ناشئين موجودين. كنت انا نوهت بسرعه كده بقول لك عشان موضوع الشراء بقى عالي جدا، طب انا ليه ما اعتمدش على الناس الصغيره اللي جايه؟ مش لازم ولاد النادي، ما هم ولاد النادي بيبقى فيه صعوبه. اكلمك فضل. بصراحه فضل. النقطه دي وتحديدا جمهور النادي الاهلي يقول لك هو يبدو ان الصفقات غاليه، فالاهلي بيحاول يهرب يجيب الناشئين. طب هل الناشئين هيكونوا على قدر المشاركه، ولا من الافضل ان حتى على الاقل في يناير يكون في تدعيم بشكل كويس؟ مش حكايه على قد المشاركه، ما الناشئين مين؟ انت بتتكلم على 99، لو مثلا هنتكلم على عمار لاعب دوري ممتاز، محمود جزار دوري ممتاز، راجل هايل السنه اللي فاتت كويس، مصطفى البدري لاعب دوري ممتاز، فالناس كلها عندها التجربه. انت دايما عندك الحل، سقف اللعيبه بقى في حته تاني. سقف لا في سقف، سقف ضرب اساسا، مفيش سقف الوقت ضرب، سقف خلاص مفيش سقف الوقت، الوقت يعلي زي ما انت عايز. ولما يجي الاهلي يطلب السقف بيضرب مرتين. ده اكيد طبعا، النادي الاهلي انت بتتكلم في النادي الاهلي بيفاوض لعيب في النادي الفلاني، فتلاقي السعر راح منك على الاخر. اللعيب عايز يجي وبتمنى، لكن بيبقى مرتبط يا اما بوكيل يا اما بالنادي يا اما في عقد بينه وبين النادي، فهو مضطر. عشان كده دايما انت عندك الحل التاني، والحل التاني على فكره ده حل مثالي، اللي هو الفريق اللي تحت على طول. تبدا تصعد، تبدا عقبال بالظبط يبدا مع الفريق الاول، هتلاقي نجم. انت مش هجيب واحد لسه هياخد خبره ايهاب، لا انت جايب نجم، بس حته التاقلم دي مفيش فيها مشكله، لكن حته التدعيم وارده وموجوده اكيد طبعا. لعيبتك جاهزه، ده شيء مفروغ منه، لكن قفلت اجابتك دي ريحتني شويه، لان اكيد اللي بيتفرج يقول لك كده بقى يبقى مول اللعيبه غاليه، مفيش تدعيم في يناير. خلاص تدعيم موجود الدنيا. لا تدعيم موجود من يناير، والناس وهو عارف عايز مين، وكل حاجه ماشيه تمام. لكن انا بقول لك دايما انت عندك حل، وتاني التاني موجود في ايدك، ولادك موجودين يعني في مستر الأهلي. كارتلون مثلا طلب كام صفقه في يناير تقريبا؟ مش هيبقى اكتر من صفقتين بكتير قوي، ثلاثه بكتير قوي. ان شاء الله دول هيتنفذوا ان شاء الله رب العالمين. قلت الحلقه اللي فاتت ان في صفقه في خط النص نقدر نقول عليها ان شاء الله تمام، ان شاء الله رب العالمين. يبقى فاضل صفقه ثانيه. صفقه او صفقتين بكتير، صفقه او صفقتين، يعني ممكن نقول من 2 لـ3 لعيبه في يناير ان شاء الله بكتير قوي. ما انت مش حلوين قوي كده، انت ما شاء الله انت مع اللي هيتصعدوا مع الفريق الموجوده. ايوه بالظبط، مع الموجود اللي عندك كمان يا ايهاب، انت ما شاء الله عندك وفره كويسه قوي من اللعيبه. ولعيبه بسم الله ما شاء الله جاهزه. طبعا لسه بنتكلم في لعيب بيغيب، بص مين اللي بيلعب مكانه على طول، لو راح اي نادي تاني هو هيبقى رقم واحد في اي نادي تاني. بالظبط. في نفس الوقت
في الحديث عن لعيبتك مؤمن وتجديد مؤمن، احمد فتحي بعد ما جدد عنده مشكله، كل ده بيثار في الاعلام على ارض الواقع الدنيا. على ارض الواقع التجديد مع مؤمن شغال، احمد فتحي اديك شايف المباراه اللي فاتت هدوء تام خالص، موضوع التجديد انتهى تماما. ومؤمن لما بيشارك بيأدي برضه عشان اصل يعني مؤمن مؤمن، ما هو ده مؤمن زي هشام برضه كان معاهم مع عيال صغيره مفيش مشكله، انا سنه كبير في السن ساك يعني كبرش نفسك عجوز عجوز متقلقش يعني، فدول انا عارفهم كلهم كويس قوي، مؤمن من الناس تحب النادي الاهلي جدا جدا واكيد هيجدد حتى ما بيلعب وهو مش لسه مفيش تجديد، لكن بيلعب وبيأدي وعايز بيقعد احتياطي بيقعد احتياطي العب العب مفيش مشكله، لان التجديد ده بره الملعب، جوه الملعب انا لاقيه برتدي فنادي النادي الاهلي بس انا بحب اتكلم معاك بصراحه، بس الموضوع انت الناس بتتكلم طب هو راح قعد في نادي واتفق، طب هو ده هيروح الزمالك اصل ما قدرهوش في الاهلي، وانا عارف ان انت بتحب برضه تقرب من اخواتك ولادك الصغيرين كده تتكلم معاهم، انا بحب واكيد اتكلمت مع مؤمن، اتكلمت مع مؤمن واتكلمت مع احمد فتحي وكلك واتكلمت مع مؤمن، قال لي ان شاء الله كابتن خلاص كل حاجه تمام، وقعد مع كابتن محمد يوسف والامور ماشيه مفيش مشكله فيها هتمشي، مفيش احسن من النادي الاهلي خالص، دي وجهه نظري. لكن انت شايف ان بقت في مغريات كتير قبل ما نكمل، قبل ما نكمل كتير طبعا عشان احب اتكلم بصراحه، لا لا مغريات كتير جدا كمان جدا، واي حد ممكن يروح، لكن في ناس انت دايما في حته كده لا هيستنى لا هي موجود، يعني ما فيش حد اقنعني ان احمد فتحي كان ممكن يمشي من النادي الاهلي، ما تقنعنيش بالموضوع ده خالص، استحاله مظبوط مش ممكن يحصل، نفس مزبوط. الكلام مؤمن مساله وقت ان شاء الله هيجدد، يعني بعد مباراه لبنان ان شاء الله على خير يا رب يرجع، في تجديد هيحصل كل حاجه تبقى تمام ان شاء الله. ممكن لما اللعيبه دي بتتكلم معاك بشكل الانساني او اخوي وانت بره مثلا مفاوضاتهم ممكن بتنقل اللي هم مثلا لو محتاجين حاجه لو في حاجه تقرب وجهات النظر، لا مش حتتي بعيد لكن لما احس ان بشكل ودي لا انا وانا يعني علاقتي بمحمد يوسف تسمح بالكلام ده واكتر، انا ما بحبش اعملها يا بس اتكلم مع مؤمن لو في ملاحظه او بيس. في كلام كتير قوي سامعه تعالى انا سامع كذا 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 قول لي لا يا كابتن الصح لا اسمع بقى مني، فبسمع عن مؤمن. اتكلمت معاه وقلت له بيتقال عليك انك رايح نادي تاني. طبعا طبعا. جدا. قال لك ايه؟ لا قال لي يا كابتن ان شاء الله انا هجدد كل حاجه، لسه كلامنا قريب جدا. قلت له في ايه موضوع التجديد؟ موضوع التجديد؟ قال لي يا كابتن ان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام وهي بس مساله وقت، هو من حقه يامن مستقبله. ملهاش حل. لا طبعا. دايما وجهات نظر، اصل هي مفاوضات اسمها مفاوضات يا ايهاب، قاعدين انا وانت كل واحد بيقول وجهه نظره وبنوصل لاخر حل اللي يريح ايهاب ويريح علاء. بحيث ان خلاص كل حاجه تمام نلعب الكوره، هو مش اصله مش 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 عضل وجري، لا 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 نفسينا مستريح دي تبقى مستريحه خلاص، ده مخ ده طول ما ده هدوء مفيش مشكله خلاص، اصل المشكله مش موضوع جري ولا تخبيط، لا 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 خالص، كره القدم لا اذهان ابدان اذهان، لازم ذهنك ده يبقى صافي خالص عشان تعرف تلعب كوره في الملعب، هي يعني مش 90 دقيقه الواحد بيقول يا ده النهارده هايل هايل عشان دماغه هاديه ما عندوش مشكله بيلعب كوره بس، عشان كده دايما بقول لك الانديه الكبيره زي النادي الاهلي لعيب الكوره بقول لك دايما انا ما عنديش مشكله بره، هي دي الانديه الكبيره، هات نادي اي نادي كبير يبص على اللعيب بتاعه يحس ان كل حاجه بره الملعب ايهاب انت موفرها، ليه؟ عشان ال 90 دقيقه حضرتك اللي في الملعب انت بقى اللي انا موفره لك بره ده يطلع منك في الملعب، يطلع اهداف مباريات بطولات. تمام. انا ليه قلت لك انت بتتدخل امتى؟ لان انا معلومتي ان مؤمن قال لك حاجه انا عندي مشكله فيها، قلت له هحلها لك، يبقى حلها له ان شاء الله بدون الحديث فيها. طيب احمد فتحي بقى لما اتكلمت معاه قال لك ايه؟ احمد فتحي اتكلمت معاه في ايه ومش في ايه، انت سمعت انك هتمشي ومش هتمشي والكلام من ده، احمد قال لي يا كابتن مش هتمشي، لا برجوله كلها، قال لا احمد ده حاجه، بص هات. والله احمد ده لو مش موجود النادي الاهلي وبنفس الشكل والشخصيه دي كنت هتكلم على نفس الكلام. انت اتكلمت على اوباما يعني لعيب انت ما بتشوفه بس كويس، بص اهي كره القدم حاجه الناس كلها شايفاها، فانا ما ينفعش في حاجه واضحه قدامي وانا اتكلم بحاجه تانية خالص عشان انتمائي او عشان اي حاجه تانية، احمد فتحي لو مش في النادي الاهلي بالشخصيه دي هقول عليه نفس الكلام، اي حد اي مدرب في اي نادي يتمنى وجود حد زي احمد فتحي اتنين ثلاثه يا ريت، بالشخصيه بالروح بالحماس بكل ده بالكوره طبعا، فانت ليه ماشي اتكلمت معاه؟ لا كابتن ان شاء الله كل حاجه تمام، وحصل فعلا خلاص الموضوع انتهى تماما وخلاص المشكله انتهت. احمد بتتكلم معاه كانك بتتكلم ابنك والله العظيم يا اهل، تحس ان هو متعصب وكده لكن كلمه بسيطه هو الكلام بس بيبقى سخن هو جميل شخصيه جميله جدا، تحس انك بتتعامل مع طفل كده لذيذ تتكلم معاه كلمه حماس عنده حماس هو كده. هو احمد كده
بره الملعب جوه الملعب حماسي، بس شخصيه صافيه جدا من جوه، طيب جدا، محترم جدا، متدين. فعشان كده ربنا كرمه فعلا. الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم وقلت لي ان بيراميدز عمل حاله من الجدل وحاله من المنافسه الكويسه في الدوري. بعد يعني اقل من 7 ايام كنا مع بعض هنا، الامور بتتغير، والحديث عن انسحاب بيراميدز من الشكل العام او انسحاب صاحب النادي من المنظومه الرياضيه، الامور دي بتشوفها ازاي؟ مفاجاه بالنسبه لي، لكن المتاكد منه ان بيراميدز هيستمر بوجود مستشار تركي آل الشيخ، او اذا كان هي 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 هيبعد عن النادي، لكن هيفضل المشروع نفسه مستمر، هيدعم النادي. مع ان رايي الشخصي بعيدا عن اي حاجه بتمنى يعني عودته تاني للنادي والاستثمارات اللي هو عاملها في, في 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 مصر بشكل انا ايجابي، بشكل حلو جدا، وكله بيتكلم عن الحاله بتاعت بيراميدز. ممكن يبقى فيه اختلاف وجهات نظر، فيه قرار مفاجئ، لكن انا على المستوى الشخصي بتمنى رجوع مستشار تركي آل الشيخ تاني لنادي بيراميدز اللي هيستمر بكل حاجه مستمره فيها اكيد. الحديث وبعض التصريحات القويه اللي بيبقى البعض عاوز يدافع عن منطق او عاوز يدافع عن استمرار حاجه، اذا كان لمصلحه شخصيه او لحاجه، بتطلع تصريحات كثيره جدا بتعمل حاله من اللغط في الوسط الرياضي. اسوء حاجه الايام دي كتر التصريحات، بيصدر لك مشاكل. السوشيال ميديا طبعا حدث ولا حرج، ده فيلم تاني خالص. لكن دايما خد الكلمه يا ايهاب من صاحب المشكله نفسها، او صاحب او صاحب الحاجه نفسها. يعني انت تاخد من كلام مني مع وجه لوجه، انا ولا عندي صفحه على فيسبوك ولا عندي اي حاجه خالص، على الهاتفه انهم يمتنعوا يعني. بالظبط خالص. لكن في ناس غاويه كده، ما كل واحد حواليه هاتفته دول عمالين يتخانقوا اكبر من صاحب المعركه. بالظبط، صاحب الشان نفسه ما عندوش كل الكلام ده، لكن هو الموضوع لو سابوا الموضوع يمشي بهدوء، وده مش هيحصل طبعا، ان في ناس بتحب مش عايزه هدوء، بيجاملوا يا ناس عايزه كده، لكن يسيبوا الموضوع يمشي بهدوء. يعني موضوع زي بيراميدز ده لو مشي بهدوء، انا اعتقد ان كل حاجه ان شاء الله ترجع زي ما هي تاني. وانا بقول لك للمره مليون، انا حاله هايله، حاله ممتازه، شايفها كرويا حاجه كرويه. انا بتكلم دايما هنا انا وانت، رغم ان السقف يعني اللي انت بتقول السقف عدى خالص والدنيا عدت، حاله اتكلمنا فيها بحاله في موارد ماديه بشتري، مفيش مشكله خالص فيها. لكن انا بقول لك هي حاله كرويه، كل كلامنا هنا بقى كروي بس، بعيد عن اي حاجات تانية خالص، لكن حاله كرويه معموله في مصر ممتازه، اتمنى انها تستمر، واتمنى ان هي تزيد كمان في نادي تاني او نادي تالت كمان، ان هيخلي شكل الدوري المصري حلو، منافسه، ودايما كده الاضواء على الدوري المصري، عوده الجماهير كمان بيدي لك شكل كمان حلو. احنا ليه عايزين نخلي الدوري كده محدود؟ لازم في حاجه تسخن الدوري المصري. وليه دايما اهلي هو اللي بيفوز بالبطوله، ولا زمالك، ولا اسم، لا، اربع خمس انديه لنفسه بالشكل. عايز المنافسه تزيد بين الفرق، وده هيكون للمصلحه الكل. بالظبط يا ايهاب، هتلاقي حاجات كتير قوي. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على بيراميدز، وحد كان يعرف يعني من كام شهر بيراميدز ايه؟ كان لسه بيتكون، لا اتكون وشكله فهو ده دي الحاله الكرويه اللي انت بتدور عليها. انت بلد ما شاء الله في الكوره حاجه كبيره جدا، فيهمك ان الدوري بتاعك يبقى في مكان يعني لا مكان قريب قوي، مكان كده يعني يليق بالبلد، بلاعيبتك، بجماهيرك الغفيره ما شاء الله في كل الانديه. رساله الهاتف فرديت عليهم وقلت له دول طبعا بيخسروا اي حد، ده اكيد، واحيانا الصوت العالي بيركب على المشهد. اسوء حاجه، انا بكره الصوت العالي، لكن للاسف يا ايهاب في مجالنا ده الصوت العالي هو بالعكس يا كابتن، يعني هي المفروض رياضه بعيده عن انت قلت ايه دلوقتي؟ بالعكس يا كابتن، دي رياضه طبعا، متاخده رياضه طبعا، هي متاخده شغل، متاخده بعيده عن الرياضه، مع ان هدوء. حاسس ان في ناس ليها سبوبه في الموضوع. اوه جميل، سبوبه جميله، عشان كده عايزه الدنيا مش عايز الدنيا تولع. يعني مش هو انا يعني رزقهم في النار. هو ده رزقه، شغله كده ان هو يتكلم ويعمل مشاكل بين علاء وايهاب وهنا وهنا، هي دي ان المشاكل لو هديت بينا طب انا هروح فين؟ مع ان سبحان الله العكس صحيح خالص، لو في مشكله بهدوء اعرضها بس بهدوء، مش هعرضها واقول كام وجهه نظر ثانيه خالص واجيب ده كام، لا خالص. ليه؟ ده ما فيش مكان ما فيهوش مشكله، استحاله. لكن هو الذكاء ازاي تحل المشكله؟ طول ما انت هادي هتحل المشكله. اسوء حاجه مشكلة ان المشكله مش بتاعتك وبتحشر فيها نفسك وبتعلي صوتك، هي انت دي. مالك بالظبط، عشان يا ده الراجل ده سبوب.
ناس كتير بتتكلم في ان الناس بتدخل في حاجات غيرها، لكن لو كل واحد ركز في فرقته وفي النادي بتاعه وفي بس اموره هو ده اختلف يا كابتن. هو ده ده الصح. احلى حاجه انك تركز في حاجاتك بس. مستشار تركي الشيخ كان قبل ما يحصل المشكله دي كان قالك انا هركز مع نادي بيراميدز بس، وده اللي كان حاصل بعيد عن كل حاجه. لكن زي ما بقول لك اهاب، في ناس مش عايزه هدوء في الوسط الرياضي، مش عايزه هدوء، واشخاص معينه عايزه في كده رموز للكره، رموز للكره المصريه دايما يبقى حواليها كلام. هو ده الصح، هو ده اللي هو عايز كده، هو ده النفس بتنفسه. ما ينفعش الدنيا تهدى. تهدى ليه؟ طب اروح انا فين؟ الشيطان يعز بالظبط. النادي المصري حقق نتيجه ايجابيه. عايز اقول لك لازم نبارك له طبعا. مش هسيب لك اي بص انا احنا بص كده لا اصل احنا بناخد الاسبوع مع بعض. النادي المصري فعلا حقق نتيجه ايجابيه. حسام ابراهيم طبعا كابتن حسام وكابتن ابراهيم ماشيين بطريقه يعني بيتطوروا بشكل رائع. كابتن حسام وابراهيم عاملين حاله في النادي المصري، عاملين حاله في مدينه بورسعيد كلها اسمها النادي المصري. اداؤه نتائجه لازم يعني رغم ان في لعيبه مشيت ولكن ولا حاجه خالص بيطلع وبيجيب لعيبه كويسه بتدي كانها موجوده بالظبط. بيعرف يعمل حاله من لعيبه حلوه قوي. هو شغال مع لعيبه المصري هايل، موصله مرحله ممتازه، بلد كلها وراه. انت عارف بورسعيد بلد عاشقه لكره القدم، تحب النادي المصري جدا. عشان كده حسام وابراهيم شغلوا مع طبعا مع الجهاز اللي معاهم شغالين امتياز، عاملين نتائج مبهره للنادي المصري. كل ما يدي التوأم ويشتغلوا بشكل كويس وترشحوا للمنتخب يقول لك بس دول مش بتوع منتخب، دول ما يجوش. امتى نقدر نقول ان في ناس مش عايزه يقدر؟ في ناس مش عايزه حد يعني مدرب وطني في المنتخب. مفيش استفاده. اقفل الموضوع. مفيش استفاده. مفيش استفاده مدرب الوطني. بس مفيش وكيل هيجيبه وده هيقعد، مفيش كل اللي انت عارفه، مفيش سلجادو جاي، ومفيش الكابتن هاني رمزي يريح، ومفيش حد على الدكه، مفيش اللي انت عارفه. مفيش استفاده. اجيبك ليه؟ هو مش بيفكر، مش بيفكر في 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 حاله الفريق هيبقى ازاي مع المدرب ده، او انا هتطور او ابقى كويس ومع مدرب وطني دي حاجه جامده جدا. لا، انا هستفاد ايه؟ مصيبه المصايف في الكوره عندك. انا هستفاد ايه؟ اجيب مدير فني زي اجيري وعنده ازمه وعنده مشكله وتلعب مباريات وكل شويه تحصل ازمه واستنى لما اشوف هيتحكم عليه ولا لا. هو ده منطق؟ منطق عنده. مش ده المنطق اللي شغال؟ ده المنطق. اما اللي جه مدرب وطني مفيش اي استفاده منه، بيبقى هدوء بقى وحاجه كويسه. ليه ان شاء الله؟ ما ينفعش. السبوبه برضه بتحكم للاسف. ما هو بقول لك مجالنا ده غريب. ده مجالنا كويس والله. مين ده اللي قال لك كره القدم ورياضه والفير بلاي والروح الرياضيه؟ مين هو ده المجال اساسه؟ هو ده الكلام. انما الحقيقه والوضع مختلف والواقع كل الاختلاف. خلينا في حسام ابراهيم عشان لازم ياخدوا حقهم بصراحه. هنكمل يوم الاربعاء كده مع بعض على طول. تفتكر؟ مش عارف. حسن حسن في اربع يوم بينهم. لا ما تقلقش. لكن لا، حسام ابراهيم طبعا كل التحيه ليهم، والف مبروك على التاهل. مباراه ممتازه كمان، تكسب بره وجوه، دي حلوه جدا في الجزائر. حتى كنت اتكلمت لو انت هنا باتنين فراوده رايح تلعب باتنين فراوده تفكير. ذكاء مدرب ما عارف لعيبته، بيلعب على حاجه حصلت، فريق عايز يكسب اكتر من هدف. وما اضغطش نفسي انا بقى، وما اضغطش نفسي، فانا اعمل ايه؟ ما اروحش ادافع انا. هو عشان ادافع في 10 لعيبه او 12 او 15 لعيب لا لا خالص، العب. هتلاقي المساحه، هتلاقي الهدف اللي هيصعب كل الامور على الفريق المنافس. حصل، رجع بمكسب هايل معنوي اهله، صدر مشكله لكل فرقه اللي هتلعبه كمان، بيكسب بره وجوه. خلاص الناس كلها دلوقتي قلقانه من النادي المصري. واليوم الحق، وكل التحيه لحسام وابراهيم ولاعيبته، والف مبروك لجماهير المصري. وان شاء الله يا رب نبارك للنادي الاهلي بفوز البطوله والنادي المصري بفوز البطوله. ترى الكلام يتكلم، قال لك لو ان شاء الله الاهلي كسب والمصري كسب، جميل. السوبر بقى بيتلعب على ارض الفريق الكسبان، يعني على ملعب الاهلي. قال كمان الماتش ده يطلع بره ده لسه بدري قوي. ما هو كله بيقلب بدري، لسه بيقلب قوي الموضوع. ما تعرفش ايه اللي هيحصل، لكن هي انا بتمنى زي ما انت بتتكلم كده والله العظيم فعلا من قلبي. طبعا النادي الاهلي اكيد ان شاء الله بتمنى المصري يكسب البطوله، بتمناها فعلا، ويتقابلوا بقى هنا في ملعب بره اي حاجه. لكن حلوه جدا للكره المصريه عامه كلها انك فرقتين من بلدك اهلي ومصري بيلعبوا على السوبر. انا بحب فيك انك بتتكلم كوره، بتبعد امور كتيره جدا وبتتكلم كوره وبتتكلم. انا ما بعرفش اتكلم غير في الكوره وحياه ربنا بس خالص. نتكلم كوره زي ما انت عايز.
كرة فيها لف وكرة فيها دوران. قول انت عايز تقول حاجة. لا انا هنقول هنقول واحنا بنتكلم على الكورة وتبقى بقى منافسات البطولة العربية والاسماعيلي والزمالك. الاسماعيلي برضو هيلعب بكرة. وتغيير بقى مدربين في الدوري المصري. كابتن طارق العشري بيحقق أول فوز مع حرس الحدود والدنيا ده. على النجوم والدنيا بتمشي. الاسماعيلي عنده مشكلة في المدير الفني. الاتحاد بيغير جهاز. فابتدي بقى ايه لعبة تغيير المدربين. في حاجتين نتكلم فيها. تغيير الكابتن محمد عمر انا استغربتها جدا جدا جدا. ده بناء على طلب الكابتن محمد. ماشي انا عارف. ما انا عارف يعني فعلا هي كانت هي استقالة مش اقالة. لكن حتى القرار نفسه ما اعرفش انا استغربت من كابتن عمر ليه. عامل بداية موسم ممتازة. ممتازة فعلا. لكن ليه بعد الهزيمة ما اعرفش. الله اعلم ايه هو جواه ايه او في ايه اللي احنا ما نعرفوش. لكن كنت اتمنى كابتن عمر يكمل مع كل الاحترام والتقدير وان طبعا. شاء الله لكابتن حلمي طولان كل التوفيق. لكن في ناس كده تحس ان هو بستغرب زي استغرابي التام نفس اللي شفت استغراب على وشه ده ان اسماعيل يجيب المدرب مضو ده كده مع الاسماعيل. شفت اختياره من الاول غريب. غريب. مع انه مدرب ناجح وادى بشكل كويس. فين يا في طبيعه هنا بس اديك انت انا بتكلم وانت بتجاوب فين يا والاسماعيلي ليه طبيعتين. طبيعه الكره المصريه وطبيعه الاسماعيليه. فبالتالي اللي يجي لازم عنده في حتت يا في اماكن يا اهاب ليها طبيعه معينه ما تعرفش تخرج منها. الاسماعيلي اولها. اسماعيلي كبلد وكفريق ليه طبيعه معينه ليه عقليه معينه. عايز مدير فني يعرف ازاي يتعامل مع الناس دي. مضوي مع الاحترام الكامل لتاريخه مش هو مدرب النادي الاسماعيلي. عشان كده ما حصلش. الاسماعيلي اداؤه وحش جدا جدا بدايه الدوري وممكن قلتها في اكتر من مره. التغيير حصل. المدير الفني يتحمل وحده وفي لا عدد لا من اللعيبه. هنتكلم على الحته دي. لكن طبعا احنا بننقل طبعا مباشر من العزاء. عزاء الكابتن عادل هيكل البقاء لله. ده لايف دلوقتي بكاميرات النادي الاهلي. والبقاء لله كابتن والبقاء لله لكل جماهير الكره المصريه في الكابتن عادل هيكل. وده الصورة دي قدامنا من العزاء الآن. طبعا بشكر كل زمايلي المتواجدين هناك وتواجدين في الحدث. وارجع اكمل كلامي معاك وبذكر الاسماعيلي بقى اهو. يعني شوف بذكر الاسماعيلي يعني الدكتور عمنا عمارة. دكتور عمارة رمز من رموز اسماعيل. شوف بذكر الحديث بحب جدا لنادي اسماعيل. وكانت ايام ما كان موجود كان اسماعيلي في حته تانية خالص. عشان كده هنا بنتكلم على الانديه العريقه اللي دايما ليها باع طويل قوي في الدوري او في الكاس وليها طابع خاص. انت كاهلاوي كاي مشجع بتقول لا الاسماعيلي لازم احسن من كده. هو ده اللي احنا اتكلمنا عليه. عشان كده بقول لك التغيير كان هيحصل. انا كنت متوقع التغيير كان هيحصل وحصل. بتمنى يا رب المباراة القادمة الاسماعيلي مكسب هيفوق الناس كلها. كويتي ان شاء الله مكسب يفوق الناس كلها. الامكانيات كمان مش كتير مع الاسماعيلي. انا لما بلوم على مدير فني وفي نفس الوقت ما عندوش ادواته. يعني مدير فني ما عندوش ادواته. الاسماعيلي استغنى على اكتر من لعيب وحتى البدلاء التدعيم بقى هو ايوه ده. انت مشيت نجوم كبار واسماء كبيره جدا ولاعبين مؤثرين في الهيكل الاساسي بتاعك. ما جبتش حتى حد يعني. ما انا بقول لك هو مش مدير فني بس. لكن ده مدير فني انت دعمت بايه عشان تساعد الراجل ده. يا جماعه كره القدم عمرها ما كان حاجه فردي. اسمها لعبه جماعيه. لازم مدير فني كويس لعيبه كويسه حاجه تخلي بالاثنين هيبقى في خلل كبير. عصام الحضري كان يعتزل بعد كاس العالم نهائيا. امنيه حياتي كان ولا عملها. كان يعتزل لعب دولي بس زي ما عمل. كان امنيه حياتي يطلع بعد كاس العالم. احلى نهايه في الدنيا ممكن تخيلها في حياتك. احلى نهايه. مفيش بعد كاس العالم. فرط فيها عصام. مفيش بعد كاس العالم يا ايهاب. انت لعبت كاس عالم وما شاء الله عامل. بس هو حاسس ان هو يقدر يدي لا. خلاص انت شايف انه انا ما اعرفش هو اضرب بحالته. لكن لكن برضه انت شايف يا ايهاب ان بعد رجوع من كاس العالم يا ايهاب دايما بي 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 بيناقي لحظه اعتزاله. ودي نعمه على فكره. ان ازاي تنقي لحظه اعتزالك. توقيت دي نعمه كبيره جدا. غير انك تبقى مضطر او غصب عنك او يجيلك اصابه او تغير تروح بدري او الحاجات دي كلها سيئه في كره القدم. احلى حاجه في اللعيب ان هو توقيت. انا خلاص اخر موسم ده. بس احلى حاجه في الدنيا يا عصام توصل كاس عالم. لا وتلعب كاس عالم. في السن ده عملت كمان ريكورد كمان عامل رقم ما حصلش.
فانت عايز ايه تاني؟ هل في كاس عالم تاني بعد شهرين هتستناه؟ لا خلاص خلاص. هو كمان اعتزل دولي، يعني هو بعد كاس العالم خد قرار حلو بالاعتزال الدولي. الاحلى بقى بعتزل الكره نهائيا. يا مش بحسن من كده تكريم ليه، هو والناس كلها هتقول فعلا قرار شايف صح. ان خطوه اللعب الاسماعيلي مش موافقه لخطوه الاستمرار في الملاعب اساسا، استمرار في الملاعب بغض النظر فين. لا مش 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 موفق فيها، هو جاي شايف هو، بس انا شايف هو مش موفق فيها، ان بعد كاس العالم اعتزل، ابدا بقى اشوف انا عايز اعمل ايه بعد كده تبقى حاجه جميله في الكره القدم. ليه الناس بتنسى؟ حد فاكر كاس العالم يا ايهاب؟ لكن فاكرين المباراه السابقه اسماعيل عمل ايه؟ ده خسر، فاهم انت؟ كلام هيجيب كلام. لكن هو خلاص خد القرار وخلاص، بحترم القرار ده، لكن احنا بندردش اللي هو الواحد كان دايما بيتمنى. انت قلت جمله فضل. توقيت اعتزال واختيار التوقيت اعتزال اللعب قرار مهم جدا، دي نعمه بقول لك. امنيه حياتي انا اللي قاعد قدامك ده كنت اتمنى انا يوم اعتزالي اقول يا جماعه انا اخر موسم ده كويس. انت ما عرفتش تاخد القرار ده، خدت القرار ايه؟ انا مشيت من النادي الاهلي عشان كنت مصاب. انا فاهم، ما دي حاجه، دي كارثه، ما توفر لكش انك تاخد خالص القرار طبعا يعني. او بمعنى اصح مش عايز افتح الموضوع ده، يعني موضوع ليه ليه ساعتها ما فكرت خلاص انت مصاب وخلاص النادي الاهلي قال لك ممكن ما تبقاش موجود معايا، ساعتها ليه قلت مش خلاص انا هختم في النادي الاهلي؟ ما مش عايز اختم بانك لازم تمشي عشان مصاب. كنت شايف ان لسه من غير ما اشوف اختم علاء اخر موسم ليك ده. يا بس في التايم ده انت عارف ان ما كانش ممكن، يعني 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 الفتره اللي فاتت شفنا ايه، متعب لعب في الاهلي نديله فرصه، فلان لعب نديله، انما التايم بتاعكم ده كنا كات فلان وفلان مشي، فلان وفلان مشي. كات ده مش صح، كات ده لو واحد لعب سنه ولا اتنين في النادي الاهلي، انما كات ده لو واحد لعب كل السنين دي في النادي الاهلي. وكات لو واحد لعب على اصابه سنه ما استنتش عليه موسم. اتظلمت لما مشيت من النادي طبعا. واقولها اسوء حاجه حصلت لي في النادي الاهلي. مين ظلمك في النادي؟ لا مش عايز اقول صاحب القرار مين، لكن القرار كله ما كانش ما في عدم توفيق، مش عايز اقول ظلم والكلام من ده خالص، انا ما بحبش حته الظلم. لكن ما بقاش ده بيحصل دلوقتي للامانه. لا لا خالص، ولا حتى النادي اللي قاعد بقى يتقدر ويقعد. ولا حتى بعدنا، بعدنا كمان لا كان في تقدير للعيب، يعني الموسم ده اعمل اخر حساب الموسم ده وخلاص. حلوه جميل يا هبه ما تبقى عندك حد لعب كل المواسم دي في النادي الاهلي وتقدير ليه يا اخي فلان اخر سنه ليك السنه دي، حلو قوي. حسام غالي طلع السعوديه رجع ست شهور قعد ختم في تقدير الأهلي. احلى حاجه في الدنيا ما تعرف ان دي برضه الدنيا يعني حلوه يعني جميل. هو تطور زي ما انت بتقول، وقتها كان كده ماشي بحترم كده، لكن هو تطور خصوصا اللي لعب للنادي الاهلي ده للنادي بس هو ده صح. مفيش احسن من لعب النادي الاهلي. ماليش حق انا قلت عليك المواجع. لا خالص والله بالعكس، انا بتكلم معاك بمنتهى الصراحه. احسن حاجه تلعب في النادي الاهلي واحسن حاجه تحصل لك تعتزل هو النادي الاهلي. بس لو عاد بيك الوقت والزمن تعاند ولا تاخد القرار حتى لو انت اتظلمت؟ لا هعاند برضه، هروح على في حته ثانيه. انا بحب الكوره. انا على فكره لما خرجت من النادي الاهلي لعبت في النادي الاولمبي السنه دي مش بعاند في النادي الاهلي خالص. انا مشكلتي بحب حاجه اسمها كوره. بحب كوره جدا، لكن مش عندي في النادي الاهلي اطلاقا. عاند في ايه؟ مش لما جبت هدف عملت ايه؟ ما لاش بقى انا في المواجهه ليه؟ اصل اقول لك حاجه، هو مش عشان ما قدرتش تلعب بعدها. لو انا بعاند في النادي الاهلي وكنت احرزت الهدف الحلو قوي ده تروحت وهللت واتبسطت لا الموضوع مختلف. انا مش بعاند في النادي الاهلي خالص، عشان كده بعد احراز الهدف الاولمبي السيء ده ردة الفعل اللي جوايا طبعا سيء جدا، لحظه سيئه جدا، ردة الفعل اللي جوايا الحاجه اللي جوايا هي اللي ظهرت. هيقول لك ما بيقول كده دلوقتي، ما هو ساعتها ما قالش كده واحرز الهدف و احرز الهدف. بص عليك برضه شويه. لا احرز براحتك، ما فيش حاجه خالص يعني، الناس كلها عارفه الموضوع. الموضوع ان اللي حصل دايما بيحصل اللي جواك، ممكن يبقى على وشك حاجه ثانيه خالص، لكن ساعه الحدث غصب عنك اللي جواك هو اللي هيطلع. اللي جواه خرج ان انا بحب النادي ده فما ينفعش خلاص بقى بس، لكن ولا عنده ولا هثبت ايه ولا عاند في ايه. انا لاعب في النادي الاهلي عندي مستوى 81 ماشي 92 لسه هثبت يعني الحمد رب العالمين ان انا كنت كويس ولا وحش. لا النادي الاهلي ومنتخبه. تغيير النظره وتغيير الطريقه حصل وتم تغييره مع النجوم. طبعا ودي على حاجه كويسه جدا خدتها من حاجه كويسه جدا. مهم جدا اللعيب الكبير اللي يدي النادي الاهلي او اي نادي كبير حته التكريم دي عنده بالدنيا كلها. يعني اسال حسام غالي ايه الحته اللي طبعا يقول لك انا كنت في منتهى السعاده اكني لسه هبقى كوره. يعني طبعا. هو كان بيخلص كوره وخلاص بيكرموه يقول لك الاحساس نفسه اكني هبدا مبسوط فرحان ان بعد العمر ده كله بعد المده دي كلها الناس بتقدرك.
التقدير ده ملوش، التقدير ده بقى ما يساويش فلوس، لا 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 ما يساويش. كون ان ناديك او الناس تقدرك دي ملهاش بقى قيمه، زي جمهورك يقدرك دي ملهاش قيمه. الحمد لله، الحمد لله، عارف ان الجمهور الحمد لله بيحبني جدا، الحمد لله رب العالمين. وانا طبعا يعني حب شديد جدا لجمهور النادي الاهلي، الجمهور هو اللي عملك، عمل اسمك، هو اللي عرفك لحد دلوقتي، اللي بيشجعك لحد دلوقتي، او ما يشوفك بيسلم عليك، دي بالدنيا كلها بعد كل العمر ده، وجماهير عارفاك وتتكلم معاك بتحس ان هي بتحبك من جواك. صحيت حته انا عايز احلها بحالها. خلال الاربعاء الجاي واحنا الوقت معانا اكيد هنتكلم فعلا خلال الاربعاء الجاي بذكر عصام الحضري وبذكر احمد فتحي. احمد فتحي هو اللي كان موجود، يعني يعتبر كابتن عن منتخب مصر، هو مش موجود في المنتخب، في حفل الافضل في العالم مع محمد صلاح، كان عصام الحضري بيقول انا اللي اديت الصوت يا جماعه، فمن حق اروح اجيري طبعا، وصوت عصام الحضري كابتن عصام كانوا اللي طبعا محمد صلاح. شفت التتويج ازاي؟ لوكا مودريتش بالارقام يستحق، ولكن الحديث ان كوبر ما اداش صوت لمحمد صلاح، ولكن ربما مش مكتوب الاسم، مكتوب المدير الفني لاوزبكستان، فربما يكون المدير الفني اللي قبله عشان ما نظلموش. على فكره لو هو كان مش عايز يظلمه ادى بلده، ادى لميسي، لا ادى لكريستيانو، لا كان ادى لميسي ال 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 السهم كان على، لا لو ادى لميسي ما مش هنقدر نقول له خلاص. لكن هي في الاخر، بص يا ايهاب، في كل حال من الاحوال محمد متوج 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 خلاص، تتويج ما بعده تتويج. انت بتتكلم ثالث لاعب في اوروبا، ثالث لاعب على العالم، وافضل هدف. لا سيبك من سيبك من كل لك، انا بتكلم على الترتيب نفسه، وترتيبك جاي بعد مين انت؟ لا وسط مين بتتكلم في ايه؟ عشنا بقى وشفنا لعيب مصري في الحته دي، هي دي، هو ده التتويج يا اهاب. التتويج الحاله اللي عاملها محمد في مصر وفي العالم كله، وقلت لك قبل كده في الحلقه اللي فاتت، يكفي نقول محمد صلاح ده من مصر. في ميزه حلوه عند صلاح بعيدا عن البعض اللي قال لك في بعض استثناء في اختيار منتخب العالم او التشكيله المثاليه وهو مش موجود فيها واللغط ده، وهو جامل في الهدف، في كلام كتير جدا اتقال، لكن محمد صلاح في الاستفتاء الجماهيري، مش جماهير مصر بس اللي بتصوت، عارف طبعا، بياخد نسبه 75% من اي جماهير على مستوى العالم، واعتقد دي الشهاده الحقيقيه للاعب. بس على كده الموضوع مش موضوع جوائز، موضوع اللي انت اتكلمت عليه ده، التصويت لمحمد صلاح، تصويت محمد صلاح الكبير ده هو اللي اداله احسن هدف جائزه بوشكاش، تصويت الجماهير اللي علت محمد صلاح. مش هنطول والكابتن هيختم الحلقه. انت حاضر انا خلاص انا عايز اختم. اختم ايه؟ طيب انا بشكرك وكمرتك ايه، اختم وسلم محمد سعيد بقى. يلا اشكرك يا اب جدا، ومسي على الحلقه الجميله دي، عدت بسرعه كالعاده، ونتقابل يوم الاربعاء ان شاء الله لو في نصيب، ونتفضل يا محمد. شكرا ليك كابتن علاء، انا اولا بشكرك وبشكر زميلي العزيز ايهاب الخطيب ختام مسك، وبالتاكيد بستقبل اللينك من الكابتن علاء ميهوف، حاجه كبيره جدا من موهوب الكره المصريه. ماشي يا محمد لما اجي لك الاربعاء الجاي يا محمد. ماشي يا محمد. حبيبي ايهاب، اولا انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار الشيق في لبنان، يعني اطفى مزيد من الحماس والقوه على اهميه هذه المباراه، اللي بالتاكيد الصحافه والاخوه هناك في لبنان مهتمين جدا بمواجهه الاهلي في البطوله العربيه. لكن هناك خبر مهم جدا محتاج اتكلم فيه عن مباراه الاهلي والداخليه اللي تم تاجيلها في اوائل هذا الشهر الى منتصف اكتوبر. طيب قبل ما انتقل لهذا الخبر المتعلق بحديث الكابتن محمد يوسف عن مباراة الداخلية، وان هناك تنسيق تم مع الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات حول تحديد هذه المباراة، اروح مباشرة الى بيروت مع الاستاذ صلاح عصيران نائب رئيس نادي النجم اللبناني. استاذ صلاح اولا برحب بيك على شاشة قناة النادي الاهلي. شكرا شكرا، سلامي للجميع ولك ولجمهور النادي الاهلي الحبيب. بنرحب بيك وسعداء بهذه المباراة الكبيرة جدا، واستقبال كان رائع بصراحة من الإخوة في نادي النجمة لبعثة فريق النادي الأهلي في بيروت فور وصوله صباح أمس. يعني أنت لازم تعرف إنه الأهلي عنده جمهور في مصر، عنده جمهور النجمة في لبنان كمان. يعني محبتنا وتقديرنا للعب ونادي الأهلي بقدر محبتنا لنادي النجمة. ده كلام رائع منك يا استاذ صلاح، لكن عايز اطمن منك بقى عن الاستعداد للمباراه. اولا المدرجات او الاستاد غدا هيكون كامل العدد، وساعه الاستاد وتحضير نادي النجمه لهذه المباراه على المستوى الاداري لمواجهه فريق الاهلي في البطوله العربيه. يعني انا بحب ابلغك انه في استعداد كبير جدا،
في تحضيرات كويسة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المشجعين، وأملنا كبير قوي كبير قوي إنه نقدر نملي المدرجات. أنت عارف إنه المباراة هي مش في نهاية أسبوع في لبنان زي ما عندكم في مصر، إحنا نهاية أسبوع عندنا هي الجمعة في الليل والسبت، ولكن مع ذلك في حماس كبير لحضور المباراة بصراحة، لأنه النادي الأهلي نادي نادر في لعبه وفنياته، والفرصة دي للجمهور اللبناني إنه يقدر يشوف النادي الأهلي في بيروت فرصة نادرة. المباراة بالنسبة للأخوة اللبنانيين هناك يعتبر نقدر نقول عيد، وجود الأهلي في بيروت وفي لبنان عيد بالنسبة للمصريين واللبنانيين في هذه المباراة الرياضية الهامة. ما في شك يعني بصراحة المصريين في لبنان زي في بلدهم، ونادي النجمة بالذات وجمهوره بيعتبر انه الأهلي ده أكثر نادي شقيق ممكن يعتز به. طيب على المستوى الإداري يعني بالتأكيد كان في استقبال حافل من إدارة نادي النجمة لبعثة فريق النادي الأهلي، أبرز الحوارات اللي دارت ما بينكم مع بعثة النادي الأهلي وبالتأكيد أيضا كمان مع الإدارة الرسمية أو البعثة الرسمية مع النادي الأهلي ما بين جهاز فني أو على المستوى الإداري؟ يعني بصراحة دي حاجات بتصير بشكل عام بروفيشنال ومحترفة، وصار في بصراحة تعريف للقادة ببعضهم، والحوارات كانت بصراحة جيدة ومريحة، والطرفين أحسوا أنه دي فرصة للقاء اللبنانية بما أمكن من الجماهير المصرية. تمام. طيب سؤال أخير، هل في تنظيم لبرنامج معين أو بروجرام عاقب المباراة لاستقبال البعثة، أو إدارة نادي النجمة بتجهز لأمور معينة داخل الاستاد مع بعثة فريق النادي الأهلي ومع فريق كرة القدم تحديدا في النادي الأهلي؟ نحن بصراحة عندنا تحضيرات لما بعد المباراة بشكل أنه نقدر نعزز ونقدم احترامنا الكبير للفريق الكبير اللي نعتز به، بس اسمح لي بالوقت لأنه مش قادر أقول لك عليها، خليها شوية يعني لبعدين، لأنه حابين نفاجئ الإخوان اللي فعلا نعتز بوجودهم في لبنان، وخاصة أنا أحب النادي الأهلي بشكل لا يتصوره عقل. استاذ صلاح عصيران نائب رئيس نادي النجمة اللبناني، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، وبصراحة يعني عارفين انك بتحضروا مفاجآت كبيره عقب هذه المباراه للاحتفال ببعثه فريق النادي الاهلي، ووجود النادي الاهلي في لبنان تحديدا هناك عامل حاله جميله جدا ما بين الجماهير المصريه والجماهير اللبنانيه، وما بالكم لما نائب رئيس نادي النجمه بيتحدث عن قيمه وشعبيه النادي الاهلي وانه احد المشجعين ايضا للنادي الاهلي، بالتاكيد بتشعر بالفخر والاعتزاز بقيمه هذا النادي الكبير النادي الاهلي. شكرا جزيلا استاذ صلاح، وبالتوفيق يا رب في هذه المباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه، وباذن الله كيف انت تتمنى باذن الله بالتاكيد الفوز لنادي النجمه، بنتمنى يا رب كمان التوفيق للنادي الاهلي لتخطي هذه المباراه والتاهل لدور ال 16. شكرا جزيلا استاذ صلاح. ايضا قبل ما انتقل للزميل الاستاذ خالد العوضي وكابتن خالد العوضي ليه فقره الالعاب الاخرى، في خبر مهم جدا كنت عايز اقول لكم عليه، ان الكابتن محمد يوسف منذ قليل القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام اتكلم في نقطه مهمه جدا، ان تم التنسيق بشكل مباشر ما بين فريق كره القدم في النادي الاهلي مع ايضا كمان الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بخصوص تحديد موعد مباراه الاهلي والداخليه باذن الله يوم 15 اكتوبر القادم. هذه المباراه المؤجله من الاسبوع السادس اللي كانت تقام باذن الله يوم 11 سبتمبر الماضي تم تاجيلها ل 15 اكتوبر، وستقام في نفس توقيت الاجنده الدوليه لمباراه منتخبنا الوطني ومباراه سوازيلاند، والنادي الاهلي ما عندوش اي مانع انه يلعب هذه المباراه المؤجله في الدوري العام بدون الدوليين لثقه باتريس كارتيرون في كل اللاعبين المتواجدين في قائمه النادي الاهلي، وايضا لاستعاده الفرصه ل يعني اعطاء مساحه من الوقت لفريق النادي الاهلي في المباريات الاخرى التي ستكون مؤجله خلال الفتره القادمه في بطوله الدوري العام لتزاحم جدول الدوري بشكل كبير جدا مع تاهل الاهلي للسيمي فاينل، وان شاء الله المباراه النهائيه ستكون هناك مباريات مؤجله كثيره، فبالتالي الجهاز الفني للنادي الاهلي بالتنسيق مع لجنه المسابقات باتحاد الكره حسب تصريح الكابتن محمد يوسف ان تم التنسيق بخصوص هذه المباراه وستقام باذن الله يوم 15 اكتوبر، هيكون شيء جديد لاول مره ان الدوري المصري تقام فيه مباراه بحجم مباراه النادي الاهلي بدون الدوليين، وده كان شيء طيب من الكابتن محمد يوسف ان يوضح ده للراي العام ان هذه المباراه المهمه جدا هتقام في التوقيت الحالي.
طيب بالتاكيد فقره الالعاب الاخرى فيها تفاصيل كثيره جدا، والكابتن خالد العوضي بالتاكيد عنده مفاجآت وعنده فقرات فيها ضيوف مهمين حققوا انجازات، لان دايما ولاد النادي الاهلي في المنتخبات الوطنيه بيحققوا انجازات كبيره جدا. لكن نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل بالتاكيد الكابتن خالد العوضي وفقره الالعاب الاخرى ومفاجآت مهمه جدا جدا مع الكابتن خالد العوضي. مساء الخير على كل مشاهدي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. النهارده معانا ابطال من ذهب، معانا منتخب مصر النهارده، منتخب مصر بيمثل كل البلد. خرجنا من اطار بطولات النادي الاهلي الى البطولات للمنتخبات المصريه. اتحاد، يعني مش عشان انا من هذا الاتحاد او وليد او من ابن هذا الاتحاد، بالعكس اتحاد على المستوى الدولي والافريقي والعربي وكل المستويات هو اعلى اتحاد في مصر محقق ارقام. محقق بطوله عالم في 93 شباب، ومحقق ثالث العالم في مواليد 78، ومحقق رابع العالم للكبار، والنهارده بيحققوا ويزيدوا انجازات كتيره لاتحاد كره اليد. بطولتين مهمين جدا، بطوله افريقيا للشباب وبطوله افريقيا للناشئين. معانا نجوم النهارده يعني كبار، نجوم محببين الى قلبي جدا. معايا كابتني والمدير الفني لمنتخب مصر الشباب الحائز على بطوله افريقيا في المغرب، كابتن طارق محروس. مساء الخير كابتن طارق. مساء الخير يا كابتن خالد، ومتشكرين على التقدمه الجميله دي، وسعداء ان احنا موجودين في بيتنا، بيت العيله، بيت النادي الاهلي. ومعانا المدرب العام، ومش هقول اخويا الصغير، بس لعبنا مع بعض كتير في ملعب واحد، معايا الكابتن هاني الفخراني، احد من اللاعبين المحترفين في مصر على مدار التاريخ، احترف كثيرا خارج مصر، ولسه اول ما رجع مصر مسك المدرب العام للمنتخب المصري. كابتن هاني مساء الخير. مساء الخير يا كابتن عوضي، ومبسوط جدا ان انا معاك النهارده في قناه النادي الاهلي، وبشكرك طبعا على الاهتمام، وعلى الواحد دايما لما بيبقى بعد اي انجاز بيبقى محتاج يحس بتقدير. الحاجات دي هي اللي بتفرق معانا جدا سواء كلاعيبه ولا مدربين، فبشكرك وبشكر قناه النادي الاهلي من خلالك على الاهتمام، وان شاء الله باذن الله الحلقه تكون على تعجب المشاهدين باذن الله. ان شاء الله. ومعانا الابطال، ابطال الانجاز الاساسيين، بدون اللاعبين مفيش انجاز. معانا كابتن خالد وليد كابتن الفريق. مساء الخير يا كابتن خالد. مساء النور يا كابتن خالد، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ومعانا الكابتن احمد راضي. مساء الخير يا كابتن احمد. اهلا بحضرتك، منور، ربنا يخليك. مالك مكسوف كده؟ لا مش مكسوف، مش قلقان يعني؟ لا. ومعانا صمام الامان للمنتخب المصري الكابتن عبد الرحمن طه. اهلا بحضرتك. مساء الخير يا كابتن. فهمت. مالك زعلان ليه؟ لا انت فرحان كسبانين. ومعانا الكابتن عمر سامي، وينج رايت منتخب مصر للشباب. مساء الخير يا كابتن عمر. ازي حضرتك يا كوتش؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كابتن عمر، نبدا من عندك، احكي لنا، قول لنا الانجاز وفرحه الفوز وفرحه وازاي تقف في المركز الاول، قول لنا، عايزين نحكي اللقطه دي. هي طبعا يعني فرحه ما تتوصفش، يعني احنا كنا بنجهز لها كتير بقالنا فتره طويله، ويعني تعبنا عشانها كتير، فهي لا يعني وقتها اللحظه كانت ما تتوصفش بصراحه، مش قادر توصفها. لا كابتن وقت طارق. الملعب يعني كابتن طارق قال لحظه ما توصفش، تعبنا ليها كتير. تعبنا ليها كتير ازاي؟ هم 14 بس تعبنا. مش كتير ولا حاجه. لا قول لنا. احنا طبعا قبل اي شيء لازم نشكر المجموعه اللي اشتغلت معانا في هذا العمل. فبعد اذن حضرتك انا بشكر الاتحاد المصري اللي وفر لنا الفتره اللي فاتت كل الامكانيات، باشمهندس هشام نصر وجميع اعضاء مجلس الاداره. بشكر جميع العاملين في الاتحاد المصري برضك، لان الناس دي لولاهم ما كناش قدرنا نحقق اي حاجه. بشكر الجهاز الفني اللي كان شغال معانا، كابتن عمرو وكابتن احمد سليمان والكابتن ابو بكر مدرب حراس المرمى. الثلاثه ليهم مجهود كبير قوي اثناء قبل البطوله واثناء البطوله. فطبعا لازم نشكر المجموعه دي. وقبل اي شيء نتكلم على الانجاز واللي احنا وصلنا له. هي كانت فكره، فانا بشكر صاحب الفكره، وانت حضرتك عارف مين صاحب الفكره. طبعا
صاحب الفكره امين الصندوق كابتن مصطفى، دي حقيقة مصطفى طبعا، مهندس الفكره اللي بشكره برضك كابتن علاء السيد، وطبعا مش هننسى دور رئيس مجلس اداره وحضرتك نائب الرئيس وجميع الاعضاء في في ازاله اي مشكله للفريق قبل البطوله. فعلا احنا رحنا البطوله لاول مره، اشتغل بقالي 18 سنه بشتغل مدير فني لفرق درجه اولى، اشتغلت في الشرطه واشتغلت في الجيش واشتغلت في النادي الاهلي واشتغلت في منتخب مصر الكبير تمام لمده 7 سنين. اول مره اروح بطوله بدون اي مشاكل في اي حاجه. طبعا ده كان بالنسبه لنا حاجه كويسه جدا كجهاز، وكمان اما كنا هناك كان معانا رئيس البعثه كابتن عمرو فتحي برضك ما كانش في اي مشكله. الصعوبه اللي قابلتنا في البطوله دي يا كابتن خالد هي صعوبه واحده بس، ان هذه الفريق هذا الفريق هزم قبل كده من تونس في البطوله السابقه، فكانت المشكله اللي بتقابلنا هي العامل النفسي، ازاي نرجع تاني للمركز الاول والفوز بالبطوله. كابتن خالد وليد كابتن المنتخب، العامل النفسي وازاي نرجع مره ثانيه بعد خساره البطوله اللي فاتت لكن البطوله دي كسبانينها. قول لي دور كابتن الفريق في الحته دي، بتعمل ايه مع لعيبتك او انتوا بتعملوا ايه؟ يعني في تكوينات بتحصل، في اعداد، قول لنا. يعني طبعا زي ما كابتن طارق قال، العامل النفسي ده كان مهم جدا قبل البطوله، عشان احنا البطوله اللي فاتت كنا واخدين المركز الثاني، فكنا محتاجين ان احنا نركز ونبقى عاملين حسابنا ان احنا نازلين لازم ناخد البطوله. طبعا كان لازم كنا بنتكلم مع بعض كتير مع الجهاز واحنا لعيبه مع بعضينا. انت بتقول لهم ايه؟ انت شخصيا كابتن الفريق بتقول لهم ايه؟ لا يعني ان كله لازم يبقى واثق في زميله، احنا كلنا فرقه واحده، مفيش حد هيكسب فرقه لوحده، كلنا هنكسب بعض. يعني احنا 16 لعيب، احنا 16 لينا دور في اي مكسب او اي خساره، محدش ياخد الموضوع شخصي خالص، احنا فرقه جماعيه. وطبعا ان احنا ننسى اي حاجه، اي سلبيات، لازم نركز في كل اي سلبيات موجوده قبل الماتش او قبل بطوله لازم نشيلها، لازم نبقى على طول حاطين نفسنا يعني في المكان اللي هو احنا بنفكر في الحاجات الايجابيه اللي احنا رايحين لها، اللي هي بطوله وان احنا ناخد المركز الاول. فبس يعني دي اكتر الحاجات المهمه. يعني هنخش في الحاجات الثانيه لسه كمان شويه، هجي لك تاني. كابتن هاني فخراني، غيرت ما شاء الله اخر سنه لعب السنه دي، ما شاء الله دخولك منتخب مصر كمدرب عام، عايز احكي او اعرف من حضرتك ايه الفرق بين وجودك كلاعب والنهارده كمدرب عام؟ بمعنى واحنا لعيبه كلنا بنقول يا المدرب بيقول لك اعملها ما تتعملش، وقوفك بقى مدرب اللي كان بيقوله المدرب هو الصح، صح كده؟ طبعا. عايزين نعرف الفرق بين الاثنين، اتفضل. هو طبعا في البدايه الموضوع كان صعب جدا عليا ان انا اقدر اخد القرار، من لسه من 3 شهور بالظبط كنت لسه بلعب، وكان عندي عروض لسه ان انا اقدر اكمل وكده في اللعب كمان موسم، وكنت حاسس نفسي فعلا ان انا اقدر بدنيا ان انا اقدر اكمل. ان انا اقدر اخد القرار زي ده في وقت زي دوت كان حاجه صعبه جدا، بس الصراحه اللي شجعني عليه واللي خلاني ما خدتش مجهود كبير فيه الفكره والخطه الموضوع من الاتحاد في الفتره اللي جايه، في رؤيته وفي سياسته الفتره اللي جايه لحد بطوله العالم باذن الله المقامه في مصر. الصراحة اللي كان بدأ يتكلم معايا كان كابتن علاء السيد، وكنا قعدنا عدد طويلة في كذا مرة في سياسة الاتحاد وايه الشغل وهو رؤيته ايه للمرحلة اللي جاية. لما شفت الحاجة زي كده الصراحة كنت شايف في تكاتف مش طبيعي في الاتحاد، وفي منظومة شايف فيها حاجة مهمة وحاجة كبيرة بتحصل، وكان صعب جدا ان انا ارفض حاجة زي كده. وفي نفس الوقت ده منتخب مصر، اللي هو احنا اي حد فينا هو بيلعب بيتمنى ان هو لما يبطل ان هو يبقى فرد في الاتحاد، في اي منتخب بيمثل الاتحاد او بيمثل بلده في اي منتخب باي شكل. فالفكره طبعا ان هي جت في الاول ان في مدير فني جديد هيجي، انا بتكلم على الفريق الاول اسباني مدرسه جديده،
انا بالنسبه لي هتبقى استفاده كبيره منه، وفي نفس الوقت هنشتغل ننقل الفكر اللي فوق المنتخبات اللي تحت. وبعد كده لما عرفت ان انا هشتغل مع كابتن طارق، طبعا كابتن طارق على المستوى الشخصي يعني بالنسبه لي انا بعتبره زي اخويا الكبير. طبعا مرني برده كابتن طارق. كابتن طارق انا يعني معرفت بيه حوالي 25 سنه واحنا على المستوى الشخصي اصدقاء زي اخويا، يعني بعتبره زي اخويا الكبير. فدي حاجه طبعا يعني شجعتني اكتر، وانا مش عشان هو قاعد والله، بس انا بشكره جدا على الفتره اللي فاتت. انا استفدت جدا منه، كنت مستمتع جدا في الشغل معاه، ويمكن بشهاده الناس كلها يعني في اسلوب التعامل مع بعض. هو مديني مساحه كبيره قوي في الشغل. بس عايز اقول لك حاجه، اتفضل. ما بعرفش اعمل قرعه. انت عارف حضرتك ايه بقى اسمها؟ بيخسر في القرعه. مش بقى بيخسر في القرعه. انت عارف حضرتك في بدايه اي ماتش مهم قوي للمدير الفني بيحدد على اساسها مسار بدايه الماتش هتمشي ازاي. تمام. فكابتن هاني من ضمن الحاجات اللي متفقين عليها بنديله مساحات يعني، فروح يا كابتن هاني اعمل قرعه يخسر. كويس. فما بضطر ان انا اغير بدايه الماتش تبقى ازاي. طيب. فماتش مع اثنين مع ثلاثه بقول لك يا كابتن خليك دي خساره. اهم حاجه كسبنا البطوله. احمد راضي قول لنا اصعب ماتش عندك في البطوله، الماتش اللي انت كنت حاسس ان انتوا يعني ممكن لا قدر الله تخسر. هو احنا كان من اول ما روحنا البطوله كان دايما كلامنا ان يعني مش هنركز الاول في ماتش تونس، احنا جايين الاول بطوله كامله كل الماتشات مهمه. فكان تركيزنا دايما من اول الماتشات، حتى اتفاجئنا بمستوى المنتخبات الافارقه يعني ان هو الهاندبول اتطور جدا هناك. فلما لقينا المستوى كده قلنا خلاص احنا مفيش تركيز في ماتش تونس من دلوقتي، لا مش هنوصل للنهائي غير لما لازم نكسب كل الماتشات. وكمان كان كلام الجهاز معانا كده ان احنا ما لسه ماتش تونس اخر يوم خالص، لازم نركز في كل اللي قبله عشان نقدر نوصل ان شاء الله في مستوى كويس. بس ومشينا الحمد لله بخطه ثابته لحد ما وصلنا لماتش تونس، وهو ده كان هدفنا، لان احنا كان معاهم قبل كده سابقه يعني، اخدوا مننا بطوله طبيعي ان هي تكون بتاعتنا، بطوله افريقيا لازم تكون بتاعت مصر يعني. فكان لازم، وكان التحفيز من الجهاز صراحه قبل الماتش ده كان غير اي ماتش لعبناه قبل كده. ونزلنا الحمد لله قدرنا ننفذ التعليمات، ولقينا ان الفرقه ديت اللي هي كسبتنا من اقل من سنتين نفس الفرقه اللي هي نفس العناصر ونفس كل حاجه، نزلنا لقينا نفسنا بنكسبها بمنتهى السهوله يعني. يعني انت كان اصعب ماتش تونس بالنسبه لك؟ اه. كابتن طه يعني انا عارف ان انت عامل فاينل قوي جدا، بس جوه الماتشات ممكن يحصل اي دروب. ايه اللي حصل في ماتش انجولا معاك؟ لا احنا العصفوره قالت له العصفوره. قول قول. لا احنا الصراحه من اول بطوله مركزين فيها، جايين من بطوله محضرين ليها كويس. التركيز ده يعني في كل الفرقه مركزه يعني، كل ماتش بنلعبه حتى انا لو مثلا اقف وراهم ولا حاجه، هم غصب عني اللي انا لازم ابقى كويس عشان هم من كتر هم تركيزهم كويس لازم اصد. فالكره اصلا كده بتجيلي سهله. تمام. يعني الدفاع بتاعهم الكره بتجيلي سهله. ماتش انجولا ده خليه بيني وبين حضرتك. طب نتكلم على ماتش تونس والتألق الكبير في ماتش تونس، وكنت في الشوط الثاني بالاخص كنت حائط صد منيع في البطوله. قول لي وصلنا لده ازاي وفرقتك والتعامل بيني وبينك فرقتك في الشوط الثاني بالذات. اه الصراحه يعني مش هقول لحضرتك رهبه، بس هي جو الاجواء يعني الاجواء كانت في ضغط هناك كامل. احنا بدانا الماتش بس الاول شوط ده يعني مشينا فيه كويس يعني، لحد مش هقول لحضرتك اللي احنا كأنا يعني ما كنتش ده مستواي. بس الشوط الثاني شفت بحدد معاك الشوط الثاني كان مستواك طالع ما شاء الله. اتفضل. يعني الحمد لله ابتديت اركز وارجع لمستواي ثاني وافوق، فالحمد لله ساعدت فرقتي كتير يعني اللي انا نطلع بالسكور ده، و هما برضو ساعدوني في النقطه دي. كابتن خالد وليد كابتن الفريق، قلت ايه لطه وانت بتلعب قدامه؟ قلت له شد حيلك معانا الشوط الثاني تالق. امتى حسيت ككابتن الفريق ان انت هترفع كاس افريقيا؟ اي وقت. هو بصراحه احنا اول لما بدانا الماتش كان السكور ماشي جون بجون، فحسيت شويه ان السيناريو هيمشي زي فاينل افريقيا الناشئين اللي لعبناه قبل كده. يعني حسيت ان انا بشوف يعني نفس الاحداث هي بس بعديها بسنتين.
بس اول لما الشوط الاول خلص كنا فرقنا فرق كان الفرق 3. انا بصراحه حسيت لا ان احنا فرق 3 واحنا كنا لسه مش مطلعين كل احسن حاجه عندنا، كنا لسه بنخش في الجيم. كان طبعا الاجواء ضغط ان ده ماتش فاينل ومع تونس وبطوله افريقيا وانت لازم تكسبها عشان انت خسران اللي قبليها، فطبعا كان في ضغط كبير. بس لما جه الشوط الثاني بدا لا انا كنت بصراحه بدات اطمن يعني، لا يعني ممكن من اول الشوط الثاني انا خلاص حسيت ان هترفع كاس افريقيا، ان احنا هنرفع كاس طه بدا يصد فانت هترفع كاس افريقيا. وكله والله كله كان كل دفاع الناس كانت بتدافع بقوه والهجوم كان الناس بتخلص في الجون، فيعني لا حسيت اطمنت يعني ساعتها وقلت خلاص كده. عمر البطوله بتاعتنا. عمر سامي ما شاء الله 9 اهداف فاينل افريقيا مظبوط؟ مظبوط. قول لي وصلنا ازاي؟ انا عايزك تتكلم وصلنا ازاي؟ يعني 9 اهداف في وسط ماتش فاينل زي ما الكباتن كلهم بيقولوا ماتش مقفول الجيم الاول الشوط الاولاني والشوط الثاني بدا يفتح. الشوط الثاني بدا يفتح فعلا معاك فاست بريكات وكده، ولا احكي لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني هو من بدايه الماتش يعني الماتش في الاول كان ممكن مأزم ماشيه جون بجون بس تمام يعني. من بدايه الشوط الثاني الدنيا بدات تفتح شويه، هم وقفوا يعتبر ممكن من الدقيقه 10 ممكن مبقوش يرجعوا كتير، فاست بريك زاد دفاعهم اتفتح شويه مبقوش يرجعوا ناحيه الرايت عندي بس، فيعني لا الدنيا كانت مفتوحه والاجوان عندهم كانت كويسه يعني ما كانتش فايقه يعني. ما كانتش فايقه. من وجهه نظرك كابتن هاني؟ لا بص انا عايز اضيف بس حاجه على خالد، على كلام خالد وليد. احنا كجهاز فني كان قبل المباراه، مش قبل المباراه بس من قبل البطوله، كنا مجهزين شغل للفاينل، مباراه الفاينل غير شغل طول البطوله. وكنا حاطين سيناريوهات للفاينل، فممكن تكون بتشتغل شغل وتنزل يبقى في عدم توفيق، يبقى في لعيبه دي اوف بتاعها اللي جون مثلا مش في مستواه فتبدا تغير طرق الدفاع وكده. انا بحب اشكر اللعيبه كلها من بدايه المباراه على التركيز اللي هم كانوا فيه وعلى قد ايه كانوا هم على قدر المسؤوليه، لدرجه ان احنا كجهاز وما ودناش فرصه ان احنا يعني في شغل كتير واحنا كنا مجهزينه للماتش، يعني قلنا لو حصل دروب في الماتش حصل حاجه كنا مجهزين شغل تاني، احنا ما استغلناش الشغل ده. ده كان عشانهم كانوا مركزين جدا في الشغل اللي احنا كنا مجهزينه لبدايه المباراه، عملوه كويس قوي وهم فعلا اللي ساعدونا وساعدوا نفسهم ان هم دخلوا في الماتش والماتش مشي بالسهوله دي. فانا بشكرهم، يمكن دي اول مره ما يسمعوا الكلام ده، بس هم فعلا كانوا يعني احنا كنا بنعمل فيهم كده من البدايه، هم فعلا جم في المباراه وكل واحد فيهم طلع اقصى حاجه عنده سواء من تركيز او فنيه، ما حدش فيهم دخل بحاجه، كل الفريق بدون استثناء. ودي كانت حاجه جميله الصراحه منهم كفريق يعني وكلاعيبة. كابتن طارق استعدينا ازاي؟ عايزين نمشي مراحل الاستعداد لبطوله افريقيا، قلت لي 4 شهور الفكره الجديده، كان قال ان ناخد مديرين فنيين بتوع الناس المحققين كل النتائج الكويسه ويبتدي يمسكوا منتخبات مصر. حضرتك محقق نتائج هايله السنه اللي فاتت وبطولات وارقام كويسه جدا لحضرتك، قول لي ازاي استعديت في ال4 شهور وازاي كنت الهدف بتاعك انت توصل ليه بطوله افريقيا؟ هو طبعا الفكره زي ما حضرتك قلت هي ليها صاحب اللي هو الكابتن مؤمن. مظبوط. وصاحب الفكره اما جه يتكلم معانا ويقعد معانا عشان نستعد لافريقيا، اما جه يقعد معايا انا شخصيا باع لي بمعنى كلمه باع لي كرامه مدرب واللاعب المصري. ان احنا بقى لنا 4 سنين يا كابتن خالد بعيد عن العرش الافريقي. دي حقيقه. ناشئين كبار شباب. فهو باع لي الفكره دي، قال لي احنا فتره كلنا لازم نتضامن مع بعض. هي اخر حاجه كانت بطوله افريقيا 2016 مصر بالظبط في مصر. مظبوط. فقال لي لازم نتضامن ولازم ده انت بتتكلم على الكبار، تمام. الصغيرين احنا بقى لنا 4 سنين تقريبا، تمام. والشباب نفس الكلام. فقال لي لازم نساعد بعضينا كلنا، الكبير في الوقت ده لازم يبقى كبير بوجوده معانا. المهم الفكره اتباعت وقبلت بالفكره، واتفقنا من اول يوم ان احنا بنشتغل على فكره مش عشان في بطوله افريقيا. ودي معلومه انت تعرفها لان طبعا انت برضك قعدت معايا في الاعداد دي. ان احنا كان عندنا هدف ان احنا نجيب ميداليه في كاس العالم في اسبانيا 2019. فاحنا انا والجهاز الفني بالنسبه لي وحتى اللعيبه من اول يوم قعدت معاهم قلت لهم انا بلعب على ميداليه في كاس العالم. فالرسالة اللي كانت توصلهم بطولة افريقيا، ازاي هلعب على ميدالية في كأس العالم وانا مش عارف اكسب افريقيا؟ دي البوابة اللي هتسافر عليها. بالظبط. وخصوصا كمان حضرتك عارف
ان اللي بيطلع الاول بيخش في تصنيف متقدم، والفرقه اللي تحتيك بتبقى اضعف، وبالتالي تقدر لو كسبت ماتش او اتنين تخش دور الثمانيه مستريح، ويبقى عندك فرصه انك تعمل ميداليه. فكان عندنا هدف الاول ان احنا نخش نكسب بطوله افريقيا عشان نوصل للهدف اللي احنا رسمينه. والحمد لله الاولاد قعدنا نشتغل اربع اشهر ورا بعض. الاربع اشهر دول كنا بنشتغل فيهم وحدتين تدريب، وساعات كانت ثلاث وحدات. الاولاد بامانه، ويمكن انت يا كابتن خالد اتمرنت معايا وعارف الكلام ده، يمكن انا ليا اسلوب شويه يعني عصبي شويه نرفز شويه، مش عايز اتكلم احنا على الهوا مش عارف اتكلم احنا على الهوا هم بصراحه ربنا يكون في عونهم هم استحملوني. بس بصراحه كان الكابتن هاني فخراني ليه دور في الحته دي قوي 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 قوي، لازم هم استحملوني، لكن هم استحملوني بناء على ان هم فعلا اقتنعوا ان هم عناصر كويسه جدا، عناصر تنفع تمثل مصر 2021. احنا زي ما قال الكابتن هاني، احنا فوجئنا بالمستوى في المباراه النهائيه. احنا كنا عاملين كذا سيناريو، لكن هم وصلونا ووصلوا نفسهم لسيناريو ما ينفعش فيه الرجعه. وده الكلام اللي احنا قلناه لهم بعد البطوله، احنا كده خلاص الاتحاد الفكره اللي طلبها مننا انتوا حطيتوا نفسكم وحطيتوا عليها ان احنا لازم. بس الحقيقه الوردك اللي لازم نتكلم فيها، وانت حضرتك نائب الرئيس، ان دي لازم نوفر البرنامج اللي احنا كتبناه. لو وفرته لحضرتك للجهاز وللفرقه البرنامج ده، باذن الله نعدكم بهذا الجيل المحترم ميداليه باذن الله. خلينا نتكلم على فرح بطولة افريقيا، وهتوعدنا وهنسافر ان شاء الله اسبانيا. كابتن خالد، نستحمل كابتن طارق ازاي الضغط العصبي؟ ما انا كنت لعيبه زيك وعارف كمدربي. قول لي، مش قادر تقول حاجه صح؟ طبعا احنا في البدايه يعني كان الضغط علينا، احنا ما كناش متعودين، يعني يمكن معظمنا يعني المدربين اللي عدوا عليه ما كانتش من النوعيه المحطوطه على ضغط عصبي، يعني كان كل واحد على حسب النادي اللي هو فيه، مين مدربه او مين المدير الفني بتاعه. بس لا يعني احنا الحمد لله يعني عرفنا ان احنا ازاي نحاول الضغط ده، ان كل واحد يطلع احسن حاجه عنده. كابتن هاني الفخراني يعني لازم نذكر اسمه في الحته دي، ان هو فعلا كان هو على طول اللي يلم الناس، ويعني هو في الاخر بقى صاحبنا، يعني خلاص احنا بنقول له على كل حاجه وايه مشاكلنا، هو الصداقه طبعا، لو حد عنده مشكله بيقولها له. فهو فعلا كان دوره مهم قوي في النقطه دي. في معلومه بس عايز اقولها لك. اتفضل. كابتن خالد العودي وانا بمرن النادي الاهلي ايام الله يرحمه الكابتن جمال شمس، وانا كنت معاه، كان هو برضك بيقوم بنفس الدور، لان هو كان كابتن النادي الاهلي برضك، الصداده اللي هو لما بيشوف حاجه هو طلع عليها، خلي بالك عنده التجربه دي خلاص، طلع عليها خلي بالك. قول لي. لا فبس يعني احنا الحمد لله ان احنا في الاخر عرفنا ان نحول الضغط ده لحاجه ايجابيه، وفي الاخر حققنا هدفنا، يعني الحمد لله ان هو خدنا البطوله، وده كان اهم حاجه. احمد راضي، واحتراف في المجر، جالك احتراف في المجر صح؟ في مقدونيا. مقدونيا سوري، ماشي مقدونيا. ايه اللي حصل؟ ما رحناش ليه؟ عشان الاول كان مشاكل يعني حصلت، ان الدراسه وكده ما كنتش عارف اوفق الدراسه ازاي. بعد كده جت تاني الفرصه بعد ما خلص الموسم، في بدايه الموسم دوت. بس كانت الفكره ان النادي الاهلي وافق على اعاره سنه، وبرده كانت هتبقى حته التعليم، برده انا مش ضامن ان انا اروح ولما ارجع تاني هرجع تاني التعليم من سنه اولى. فلما فكرت فيها، ويعني ابتدوا المدربين من النادي الاهلي يتكلموا معايا ان انا ان شاء الله مستقبلي يكون كويس في النادي. وطبعا النادي الاهلي ما يقلش حاجه خالص عن اي نادي في اوروبا، فكان بالنسبه لي ان انا افضل هنا موجود دي حاجه برده كويسه ليا، يعني انا ما اتضايقتش نهائي ان فرصه راحت. ان شاء الله وجودي في النادي الاهلي حاجه برده كبيره جدا. يعني كابتن عمر، عايز تحترف؟ طبعا. ناوي؟ يعني توفق ازاي بين الدراسه وبين التدريب والفكر انت عايز تحترف؟ توفق ازاي؟ سنه كام اولا؟ انا في ثالثه جامعه. ثالثه جامعه. ايوه.
هتحترف بعد ولا لو جالك احتراف دلوقتي تسافر؟ هو يعني ممكن على حسب العرض. على حسب العرض. يعني بس يعني لو اللي انا في دماغي يعني بعد الدراسه. اللي في دماغك بعد الدراسه. ولو جالك فلوس كويسه؟ على حسب بقى. ناوي يعني؟ ان شاء الله. رايك ان اللعيب هيختلف في الاحتراف، هتختلف فكره، هيختلف شكله؟ كابتن هاني فخري كان محترف، كابتن حسين زكي كان محترف، يعني يختلف الاوضاع دي تماما؟ طبعا هو الاحتراف يعني ثانيه واحده بس دلوقتي على الهواء بس قدامنا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وصل العزاء في كابتن عادل هيكل رحمه الله عليه. اتفضل يا كابتن عمر بس عشان نكون الحدث بس احنا معانا على الهوا، عايز الكابتن الكبير كابتن عادل هيكل رحمه الله عليه، فيعني رحمه الله عليه كده، فنكمل مع كابتن عمر. اتفضل يا كابتن. هو يعني اللعيب يعني من اوله، من اول يعني فتره المعايشه اللي هناك، هو يعني هناك بيبدا من يعني حياتك كامله بتمرين، اكل، نوم، كل الكلام ده هو بيظبطه. كابتن عمر دورت على الفكره دي، يعني انت سعيت للفكره دي؟ يعني في لعيبه انا عارف ان هي بتسعى بتتكلم بره وتكلم انديه بره وتكلم سماسرة بره، سعيت للموضوع ده ولا لسه؟ هو انا يعني لو مني انا، لا انا لسه ما سعيتش انا. مستني انت تخلص دراسه عشان تسافر يعني ان شاء الله. كابتن طه قول لي بتوافق ازاي بين ممكن الدراسه؟ ممكن حاجه مفاجاه على عمر. اتفضل. عمر اول مره في حياته لعب بطوله افريقيا. اول مره حياته. طب ما دي حاجه كويسه. نادي الجيش برضه يا كابتن قوي، نادي الجيش قوي يعني، لازم نقول كده، نادي الجيش حاجه جميله طبعا. كابتن اسامه غريب. كابتن اسامه غريب. كابتن طه قول لي ازاي بتوفق بين الدراسه وبين الاحتراف في مصر او اللعب في مصر، ازاي الاثنين؟ صراحه الاحتراف يعني بتبتدي الدراسه. الدراسه واللعب. الدراسة واللعب. الدراسة يعني لازم حاجة مهمة يعني حياتنا، يعني لازم نخلصها أول بأول كده عشان نفضى. يعني هو يعني دلوقتي الرياضة بتبقى شايلة جزء كبير من حياتنا، يعني واخدة كم كبير، فاحنا بنحاول نخلص أول بأول الدراسة. مثلا ورانا حاجة، نخلص جامعتنا، نخلص حاجة يعني بنحاول على قد ما نقدر نطلع باقل خسائر منها. فعشان الرياضه يعني تاخد وقت كبير يعني، ولازم نبقى فاضل لها عشان المعسكرات وعشان انت مش جول كيبر يا طه؟ تمارين. نعم انا عارف الجول كيبر مش كده. انت هادي ازاي؟ نعم ما انا جول كيبر مش هادي يعني. ازاي؟ ايه يا خالد قول لي، هو هادي كده فعلا؟ لا هو طه مفيش جول كيبر كده، اسالني انا صح؟ هو اول جول نشوفه هادي. هادي صح؟ ازاي طه؟ ما ينفعش. مش عارف والله، مش ماشيه معاك صح؟ كتير قوي تقول لي كده والله. راضي بيقول كل الاجوان حاجه مختلفه صح؟ الصراحه صح؟ هو طه نوعيه ثانيه من الاجوان يعني. ازاي؟ نوعيه جديده. نوعيه جديده. نوعيه هاديه. غريب. كابتن هاني فخراني كل لعيبه بتتكلم على الاحتراف. عايزين نعرف حضرتك الاحتراف الخارجي. تاريخ كبير فعلا في الاحتراف الخارجي حضرتك. قول لي ايه اللي نقلته للعيبه؟ ازاي ننقل اللعيبه دي؟ ورايك اللعيبه دي كلها هتسافر امتى؟ هتسافر في 20 سنه، في 22، في 18؟ اتفضل. هو انا يعني بالنسبه للاحتراف انا ليا راي ثاني مختلف شويه. انا رايي ان قبل ما ندور اللعيب يحترف لازم نعرف اللعيب يعني احتراف، عشان اللعيب ما يطلعش بره يفشل ويرجع لنا ثاني ويبقى خسرنا وقت وخسرنا فتره. حصل حالات قبل كده. حالات كتير. انا فاهم ان وده دور الاتحاد، لان الانديه مش هتلاقي فيها الموضوع دوت. الاتحاد لازم مين اللعيب اللي هيحترف؟ اللعيب الدولي. تمام. اللعيب الدولي يعني اللعيبه دي عمرها في المنتخبات 4-5 سنين تقريبا. كويس. كان المفروض الكلام ده يشتغل عليه من سن 16 17 18 سنه. يبدا يعرف اللعيب يعني احتراف، يعني ويأهله لحاجه زي كده. يعني لازم يكون بيتكلم لغه كويسه على الاقل، اللغه الانجليش على الاقل، الانجليش يتكلم كويس، لان لو سافر بره من غير ما يكون بيتكلم لغه هيرجع هيفشل على طول، مش هيعرف يتأقلم، مش هيعرف يتعلم اللغه بتاعه البلد اللي هو رايحها، مش هيعرف يتعامل مع الناس. الموضوع صعب جدا. موضوع صعب جدا في البدايه كبدايات. انت لو ما عندكش مش مثقف ازاي تعرف تتعامل مع الـ مع الـ مع الشعوب اللي انت رايح تتعامل معاها ديت، الثقافات اللي هناك ديت. لازم يكون عندك قبل ما تروح تكون قاري يعني عن البلد اللي انت رايحها، الطباع بتاعتها، نوعيه قريت وانت رايح لالمانيا؟ اه
انا بدات اتعلم اول ما عرفت ان انا بداوا لما يتكلموا معايا كان بعد بطوله العالم 2007 كان في شهر يناير وانا رحت بعد نهايه الموسم فانا قعدت الست شهور دول تعلمت الماني بدايات طبعا مش كان مش بيرفكت بس تعلمت شويه بحيث لما اروح هناك اعرف اتكلم مع الناس تتعايش كبدايه مش كان البدايه كانت وحشه ولما رحت هناك وطبعا قريت عن البلد وكان في يعني اللي ساعدني شويه يمكن المدرب اللي كان معايا كان معانا في مصر هنا قبل كده مستر لومل فساعدني في البدايه بس انا الحمد لله كنت بتكلم انجلش كويس فده ساعدني وساعدني في الدراسه ان انا لما رحت بدات ادرس يعني هناك انت لو سافرت اي دوري هناك قعدت قدامك 6 شهور عشان تتكلم لغه البلد لو ما اتكلمتش لغه البلد بيبقى في مشاكل بعد كده وبيبدا يخصم منك فلوس كمان 6 شهور ما اتكلمتش بيكنسلوا عقدك لان المدرب مش هيقعد في ال مش مترجم ليك اصل احنا كنا حوالي 7-8 جنسيات فسبع ثمان جنسيات هيكلم مين ولا مين ومش هيتكلم وفي كان في اكتر من نص فريق المان والمدرب الماني فمش هيقعد يكلم كل لعيب وفي الملعب لا وفي الملعب يعني الكلام ده ممكن في التدريب لكن في الملعب هيكلمك ازاي كده يمكن المشكله الكبيره اللي حاصله في باريس سان جيرمان مع كل الكم الكبير من اللعيبه دوت ومن النجوم اللي موجوده المدرب اللي كان معاهم السنتين اللي فاتوا كان بيتكلم الماني ما بيتكلمش انجلش حتى فكان بيتكلم في تايم اوت مثلا كنا بنلاحظها في التايم اوت يتكلم مع كارباتيتش او نخسيس عشان كانوا طبعا محترفين من فترات طويله في المانيا فبيتكلموا الالماني وهم يترجموا بالفرنساوي للعيبه صعبه كانت مشكله كبيره كانت مشكله كبيره طبعا كانت مشكله كبيره وما كان في وفعلا ما حققش معاهم اي نجاحات خسر معاهم الدوري خسر بطوله اوروبا سنتين فدي حاجه نرجع تاني للعيب فلازم انا في رايي ان اللعيب مهم جدا يبقى يتثقف يعني ايه احتراف قبل ما يسافر تاني حاجه دور الاتحاد برضو دورك. ان هو ما طبعا الكلام ده كله يمكن هو انا بتكلم معاهم كتير جدا في الحاجات دي يمكن هم بعد البطوله دي كانت في ناس كتير بتتابعها بشكل كويس جدا حير. وبدات لعيبه فيهم فعلا ناس تكلمنا عليهم ودور الاتحاد الصراحه الفتره دي فعلا بدا يفكر في ان احنا لازم اللعيبه دي تخرج في السن ده في سن انا في رايي ان عشان يخرج لعيب يخرج من يحترف لازم يكون في سن صغير يمكن انا المشكله كانت معايا لما احترفت اللي واجهتني ان انا سافرت وانا كبير انا سافرت 29 سنه دي كانت سياسه الاتحاد زمان ما فيش لعيب دولي يبدا يحترف الا بعد سن 28 سنه فكنا دايما حتى كل الكباتن القبليه برده كابتن بلال وكابتن عطار وكابتن اشرف عواد طبعا الناس كلها اللي احترفت في سن كبير وده كان عامل يعني سلبي في ان انت تروح لان الحمل هناك ثواني يا كابتن يعني ثواني دلوقتي زي ما احنا شايفين على الهواء كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره يعني جوه عزاء الكابتن عادل هيكل ودكتور اشرف صبحي تواجد في العزاء بتاع كابتن عادل هيكل كابتن محمود الخطيب متواجد قدامنا اهو لسه بيأدي واجب العزاء وخرج من عزاء الكابتن الكبير رحمه الله عليه كابتن عادل هيكل كابتن هاني رجع مره ثانيه لحضرتك اتفضل فطبعا في السن الكبير اول ما تروح وتبدا تتعلم اللغه وتتاقلم وكمان في الحمل طول السنه عالي جدا يمكن احنا كلاعيبه دوليه كنا زمان كنا في معسكرات طويله وكان في حمل مشابه تقريبا بس مش بنفس الكم لما بتروح تبقى موسم كامل بتلعب في ليفل عالي طول الموسم ده بيبقى حمل كبير عليك انت في سن 29 سنه 30 سنه بتبدا الاصابات تبقى متواجده معاك مع الحمل زي ده يمكن ده اللي حصل لي هناك بعد اول موسم تاني موسم على طول حصلت لي اصابه كبيره وهي اثرت على مستواي شويه هناك والكلام ده اللي بتكلم فيه كل ما يخرج في سن صغير ويكون مؤهل كويس للاحتراف ويتوجه صح يروح فين يبدا فين البدايه مهمه جدا البدايه هي مش انا في رايي مش شرط يروح نادي كبير بس يروح نادي يكون في دوري محترم دوري كبير النادي يقدر يلعب فيه ياخد فيه فرصه كبيره يلعب فيه يمكن اللي كان بيعمل الموضوع ده الفترات اللي فاتت وسبب طفره كبيره في مستواه المنتخب التونسي يعني احنا في سننا مثلا في منتخب 78 كنا في سننا اللعيبه اللي في سننا كنا بنكسبهم عادي جدا عصام تاج وكان وسام حمام وصاحب من عزيزه وانور عياد احنا اتقفل علينا في مصر وهم احترفوا فين بقى في فرنسا في درجه ثانيه الاتحاد سابهم سافروا لعبوا وبدا يطلعوا بعد 3 4 سنين رجعوا خدوا رابع عالي فانا في رايي ان مش شرط اللعيب يخرج على حاجه كبيره احنا كنا دايما في مصر يقول لك لا لازم يروح نادي محترم لازم يروح بشكل كويس لا لازم يروح نادي دوري محترم يروح في نادي يقدر يلعب فيه ويبقى منظومه كويسه ومتابعه من الاتحاد هو ده اللي هيسبب انا في رايي هو ده اللي هيعمل طفره في مستوى كره اليد بعد كده كابتن خالد وليد دلوقتي هنخرج من الاحتراف وهنبص للمرحله اللي جايه كابتن عبد قالك هيكسب بطوله العالم سجلها له ما قلتش كده قلت هجيب ميداليه لا قلت هيكسب بطوله العالم ميداليه ذهب يعني ان شاء الله باذن الله قول لي طموحك ايه في المرحله اللي جايه هل فعلا نقدر نرجع بامجاد 93 منتخب مصر كسب بطوله العالم جوه مصر منتخب كابتن هاني فخراني ثالث العالم
هنقدر نعمل ده؟ وطبعا مفيش حاجه مستحيله. احنا يعني احنا بالنسبه لنا طبعا الامثله اللي حضرتك قلتها دلوقتي دي يعني مثل اعلى لكل لعيب دلوقتي، ان اللعيبه بالناس اللي كانت بتشارك ساعتها، المدربين حتى يعني حاليا هم دلوقتي معظم الاجيال دي دلوقتي مدربين، فدي بالنسبه لنا حاجه يعني حاجه كويسه وحاجه بتدينا ثقه، لان ده يعني بيبقى قدامنا واحد عمل انجاز عالمي، فيعني ده بيدينا ثقه ان لا الكلام اللي هو بيقوله ده هيفيدنا، ويعني هو مر بتجربه شافها قبل كده وعاشها فبيحاول ينقلها لنا. وانا شايف بصراحه ان حاليا يعني بالذات الاتحاد مدينا معسكرات كفايه، مدينا احتكاك مع فرق منتخبات بره، منتخبات قويه، واحنا بقى كل واحد من نفسه لازم هو يبقى حاطط تارجت ان هو كاس العالم اللي جاي ده احنا لازم نعمل فيه حاجه، ولو كلنا وثقنا في بعض ويعني كله بص لنفس الهدف وان احنا مؤمنين بيه، لا ان شاء الله هنحقق مركز ونفرح الناس. يعني كابتن وليد، التعليمات من بابا في مدير فني، بابا لعيب هاندبول قبل كده، فقول لي بيقول لك ايه؟ بيخش في الكلام ولا خلاص انت لعيب وبتلعب براحتك؟ اتفضل. لا هو طبعا يعني بابا لي دور كبير قوي في يعني انا اصلا دخلت الهاندبول بسببه، عشانه لازم بابا يدخل اللعيب بتاعه هاندبول. يعني هو صح كان قدامي اما كوره او هاندبول، بس انا فضلت ان انا كوره فلوس يا وليد اخش الهاندبول. كوره فلوس صح. اتفضل. وهو من زمان وهو محببني في اللعبه، على طول اتفرج معاه على ماتشات في البيت مثلا، يديني تعليمات، حتى يشوف حاجه عجبته يقول لي حاول تعملها. الفتره الاخيره يعني تقعد في البيت بتكلف الهاندبول مع بابا اوقات طول، بس يعني مش كفايه كابتن طارق في الملعب، لا كمان بابا في البيت. بس ده من زمان يعني من زمان. نفس الجيل برضه. لعبنا مع بعض في منتخب المنطقه ولعبنا مع بعض كتير، كان هو لعيب كويس قوي في نادي الطيران من جيل الكابتن علاء السيد، وهو كان لعيب متميز جدا. هو 64 66 عامل مشاكل في مصر، انا عارف الجيل ده. كابتن بابا صاحب برضه نفس الكلام. طب كابتن طه، قول لنا مين مثلك الاعلى في حراسه المرمى؟ كابتن هاني الفخراني. قبل الفاينل وراني فيديو كده ليه وهو في قطر. علي صوتك شويه. كابتن هاني الفخراني وراني فيديو ليه كده قبل الفاينل كده وهو في جون، فكنت بيقول لي قلدني وكده. فبعد الفاينل قال لي شفت انا عملت لك يعني خليتك تبقى عامل ازاي في الفاينل وكده، انا اجبرتك اللي انت تبقى كده. فقال له ماشي يا كابتن هاني شكرا. لا بجد قول لي مين مسك الاعلى في حراسة المرمى؟ أمير. مش خالد العوضي؟ انا راجل. مش هينفع عشان نكمل الحلقة. لا أمير طبعا من حراس المرمى العالميين والكبار، وفعلا مثل اعلى يحتذى بيه. هتقدر توصل له؟ هتقدر توصل له؟ هي مش بعيدة يعني، مفيش حاجة مستحيلة يعني، بس لازم ندوس على نفسنا أكتر ولازم نقف على رجلينا. هي ما يعني احنا مش قليلين عنهم، بس احنا بس نحتك بالفرق في أوروبا كويسة شيء يعني، لازم نبقى قريبين ليهم يعني كتير، لازم نبقى قريبين ليهم، حتى لو مش هنعرف نجيبهم مثلا يبقى يتكلموا عنها كويس يعني ونبقى كويسين. كابتن عمر سامي، اول مره منتخب مصر، شعورك ايه وانتمائك ايه اللي انت احساسك ان انت بتلعب في نادي الجيش وفجاه بتلبس تيشيرت منتخب مصر النهارده؟ هو طبعا يعني هو احساس، وانا كنت موجود قبل كده في كاس العالم اللي فات، فيعني دي يعتبر ثاني بطوله ليا، بس اول بطوله افريقيا ليا. يعني طبعا احساس من واحنا في بدايه البطوله او تجهيز للبطوله، احساس حلو جدا. يعني اشتغلنا كتير على الكلام ده عشان نوصل له، ف لا يعني الحمد لله يعني. الحمد لله. تمام. كابتن طارق محروس، استعدادنا ايه للمرحله الجايه؟
قبل ما نتكلم عن استعدادنا عايز اقول لك بس معلومتين او معلومه كذا واحد يعني سامي تقريبا في البطوله دي يعتبر احسن جناح انه اعلى نسبه سكور فيها ما شاء الله وعامل شغل كويس وربنا يوفقه الفتره الجايه. طه عامل في الماتش النهائي 55% نسبه صدر واعتقد ان دي من اعلى النسب اللي على المستوى العالمي 55% تعدي 50% صعب جدا بالظبط دي حقيقه. طبعا كان عندنا مشكله في ماتش انجولا اللي هو ما اتكلمش عليها. لا خلاص قال لي بره الهواء وانا موافق مش هنتكلم عن ماتش انجولا احسن ماتش عمله ماتش انجولا. اتفضل يا كابتن طه حكي لك حصل ايه بعد ماتش انجولا. لا مفيش مشكله خالص انا موافق مفيش حاجه طه حصلت 100% مفيش حاجه حصلت. لا لا مفيش حاجه حصلت يعني ما قعدناش انا وهو مع بعض مفيش خالص خالص خالص. انت كلمته في التليفون خالص ده احسن احسن عملت 7 ماتشات كويسين جدا. اتفضل ماشي. بالنسبه لرادي انا شايف ان البطوله دي بالنسبه له اختلف اختلاف كلي. رادي من اللعيبه المتميزين اللي عندهم مهارات في مصر قليله. فكانت مشكلتي معاه في البدايه طبعا كانت مع الصداده الكابتن هاني لان هو بيصد كل المشاكل ما شاء الله عليه ربنا يكرمه. ان انا كنت بحاول انقله من اللعب الفردي للعب الجماعي والحمد لله في البطوله دي والبطوله اللي قبليها اتغير تغير كامل. واعتقد ان هو لو مش على هذا الاسلوب هيفيد الفرقه وبالتالي هيفيد نفسه. بالنسبه لخالد وليد قال لحضرتك كلمه في الاول قال لك احنا ايه الاسلوب كان جديد علينا اسلوب عصبي اسلوب نرفزه انا عارف يا كابتن انا اللي عارف انا ساكت على الهوا احنا ما تعودناش على الهوا. اتفضل يا كابتن. لكن الحمد لله هو زي ما قال هم تعودوا على الاسلوب ده ويمكن لما جينا ماتش نهائي الثبات الانفعالي اللي هم كانوا فيه اثناء المباراه نتيجه ان احنا ضغطنا عليهم فهم حسوا لما نزلوا المباراه ان الضغط اللي بره اقوى من اللي بيحصل فيهم فنزلوا بقى عندهم ثبات انفعالي وقدروا الحمد لله يوصلوا بالمباراه لثمان اهداف. وكون ان انت توصل للمباراه 8 اهداف في نهائي دي حاجه كبيره جدا في كره اليد وخصوصا ان انا كنت لسه خسران منك في البطوله قبل. بص انا مش قادر امسك نفسي الرجاله دي مش عارفه تتكلم احنا على الهوا احنا بعد الهوا هنتكلم احنا بقولك احنا بعد الهوا هنتكلم احنا على الهوا قدام الناس وشكله كان بيطلع عليكوا صح؟ انا احساسي بكده كابتن هاني اتكلم اقول انا اتكلم انت براحتك يا كابتن قول لنا يا كابتن هاني قول لنا كواليس عن الموضوع يعني ايه اللي حصل جوه بطوله افريقيا؟ لا انا هقول لك مش كواليس بس لما شد اخوك يا كابتن خالد انا هسالهم سؤال مش هيردوا طبعا زين علاقته ايه بكره اليد؟ زي علاقة حضرتك باللغة الصيني. الايه؟ الايه؟ لا ما سمعتش تاني. يا كابتن هاني قال لهم ايه؟ قال لهم زين علاقته بكرة اليد. دي مقولة شهيرة للكابتن فؤاد. قالوا له ايه بقى؟ ردوا الأربعة ما شاء الله في نفس واحد. ايه بقى؟ زي علاقة حضرتك باللغة الصيني. لا هو يعني يمكن أنا كابتن طارق بدأ مع الفرقة قبلها تقريبا بشهر ونص تقريبا. فأنا لما أنا وصلت كنت لسه أول مرة ما كنتش أعرف حاجة عنهم خالص، ما كنتش شفتهم بيلعبوا ولا أي حاجة. طبعا دي كانت يعني ما علينا مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي. حاجات طبعا يعني عدلنا حاجات وظبطنا حاجات اكيد. لا لا قبل كده بتكلم على قبل كده. تمام. قبل كده في نظام المسابقات بتاعتهم اللي كانوا بيلعبوها والحاجات دي والكلام ده عطلهم كتير قوي كويس بس مش وقته يعني. المهم ما علينا. فانا لما جيت كان في انا كابتن طارق طبعا عشرته كتير وعارف اسلوبه في الشغل ازاي وعارف يعني هو تمرينه بيبقى قوي جدا وفي نفس الوقت هو بيبقى طاف جدا في التمرين. وكنت حاسس ان فيه الولاد طبعا دول لعيبه مميزه جدا بجد مش عشان هم قاعدين ولا عشان احنا مرناهم لا بس هم لعيبه عندهم لما كابتن طارق اتكلم دلوقتي عندهم مجموعه مهارات يعني انا يعني صعب ان انت تلاقيها في فرقه واحده. كان كل اللي ناقصهم ان هم ازاي تقف تنظم الموضوع ده وهم كان عندهم مشكله كبيره يمكن كانوا بيعانوا منها فتره كبيره وما لقوش حد يشتغل على الحته دي كبيره. عارف انت لما تلاقي حد دايما طول الوقت مرتاح بيعمل اللي هو عايزه وفي وقت لا كل حاجه لا 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 ليه التفاصيل دي اللي يعني انا في رايي برضو ان التفاصيل دي احنا كمنتخب سواء المنتخب الاول على وفي كل المنتخبات اللي الفارق بيننا وبين الفرق الاوروبيه التفاصيل بس هي كده بس. كابتن هاني من وجهه نظره كلاعب محترف وكمدرب عام دلوقتي مهارات اللعيبه دي زي ما بيقولوا احنا عايزين نلعب كتير بره نقدر؟ طبعا نقدر طبعا. مهريا احنا كان في معسكر كان في كرواتيا دي بطوله العالم للجامعات لعبنا كرواتيا لعبنا تشيك لعبنا بولندا لعبنا
يعني لعبنا البرتغال احنا لعبنا تشيك مباراتين ولعبنا في فرقه كمان كل الفرقه دي معدل اعمارها من 23 سنه 26 سنه مقدوني ومقدوني رومانيا تقريبا تمام. المهم طبعا بالنسبه لهم لعيبه اكبر منها ولعيبه محترفه يمكن كان في منتخب فيهم لعيبه من اليابان وكوريا كانوا موجودين الناس من المنتخب الاول الموجوده احنا اتعمل علينا لعبه كده عشان كده خرجنا من ما لعبناش سيمي فاينل بس احنا خارجين بالمقابلات المباشره لكن احنا النقط كلنا كنا احنا وكرواتيا زي بعض والبرتغال نفس النقط احنا كان نفسي يبقى فيه لقطات للمباريات دي هم نفسهم ما صدقوش نفسهم ان هم بيلعبوا كده مجرد ان هم تنظموا الحته اللي كابتن دار كان بيشتغل عليها اللي كان بيتكلم عليها دلوقتي حته اللعب الجماعي احنا فريق جماعي هم كانوا كل واحد فيهم بيعتمد على نفسه في الملعب محد ما يعرفوش يعني يلعبوا لعب جماعي ما يعرفوش يعني يشتغلوا لبعض ما يعرفوش يعني ايه سيستم دفاع ما يعرفوش يعني سيستم هجوم الحاجات دي ما كانتش موجوده خالص بمنتهى الصراحه وهم نفسهم عارفين كده لما بدانا نشتغل على الموضوع ده وكابتن طارق طبعا في الموضوع ده بيصمم على اقل التفاصيل الكلام ده فرق معاهم جدا ما نعرفش مين معلوم بس اتعلم كويس طبعا الله يرحمه طبعا استاذنا كلنا ويعني الله يرحمه وكل الفضل علينا جميعا دي حقيقه فالكلام ده خد وقت هم كانوا في الاول مش متقبلين الاسلوب في نفس الوقت هم كلهم لعيبه كل واحد فيهم نجم في فريقه وكانوا في المنتخب برضو كل واحد بيعمل اللي هو عايزه ففجاه لا واللي بيغلط بيلاقي فيها عقاب وفي فكانت مشكله انا جيت لقيت المشكله دي بقى طبعا اللعيبه ما كانوش استخدوا عليا وما يعرفونيش الموضوع ده ما يعرفونيش يعني في الشغل بس ازاي وقلقانين مني معك. انت كلعيب من عشتي معاك بصراحه هقول لك لا هو الحبيب يعني. لا بس الفكره برضو في ايه انت كنت لعيب وفاهم لما يكون حد دخل عليك جديد صح دايما المساعد بتاع المدرب يبقى اقرب للمدرب بينقله اللي بيحصل فهم صح. كانوا قلقانين من حاجه زي كده في البدايه طبعا شويه بشويه بدانا ناخد على بعض في الشغل وفهموني كويس وعرفنا بعض اكتر وقربت لهم قوي كان في حلقه مفقوده بينهم وبين كابتن طارق هو ده انا فريق ده دور الرئيس لاي مساعد كويس. هو لازم يبقى حلقه الوصل بين المدير الفني واللعيبه يوضح وجهه نظر اللعيبه لان هو المدير الفني مش مفيش وقت ان هو يوضح لكل لعيب وجهه نظر لكن اللعيبه اللي عندها مشاكل دي المساعد هو اللي يقدر يعمل الدور ده تمام قربت لهم اكتر كان في لعيبه كتير عندها مشاكل ومشاكل يعني موضوع نفسي اكتر مش فني ان هو يتقبل الفكره ويتقبل الشغل وفقدرت يعني على قد ما قدرت ومتخيل ان انا نجحت في الموضوع ده ان انا هيئ لهم المناخ المناسب ان هم يقدروا يتقبلوا الشغل ده كابتن طارق وفي نفس الوقت كنت طبعا بحاول اوضح لكابتن طارق في حاجات هم ما كانوش بيقدروا يتكلموا فيها مع كابتن طارق كنت انا بحاول اوضحها له قربت وجهه يعني النظر رايك تقريب وجهات النظر طبعا طب رايك احنا هنقدر في كاس العالم اللي جاي احنا جينا والله مش كلام او مش كلام استهلاكي ولا احنا فرحانين وكسبانين فبنقول اي كلام لا دمين. احنا فعلا اول ما جيت انا هم شفنا الفرقه دي في الاول كانت في مشاكل كتير في الفرقه قوي بالذات في الدفاع يمكن اللي متابع الفرقه دي من 3 4 سنين ودافع قوي انت كابتن مشكلتهم حبيبي طبعا لا وكابتن طارق طبعا لا بجد والله اللي عامل شغل محترم جدا لا وعامل شغل محترم جدا الموضوع مش اساسي دفاع ومش اساسي هجوم هم بيتطوروا جدا في العمل الجماعي في الهجوم برده وفي شغل شغل فني لا والشغل الفني كله سواء في الجري الفاست بريك اللي اتفرج على المباراه وشافها كويس شافهم قبل كده هيحس بالفرق الفني اللي حصل احنا هم اللعيبه دي احنا مقتنعين بحاجه احنا كنا عاملين بطوله افريقيا دي خطوه في برنامج الاعداد بتاعنا لبطوله العالم احنا انا اول يوم جيت مع كابتن طارق هو نفسه قال الكلام ده قال لهم وانا اقتنعت بكلامه قلت لهم احنا جايين ناخد ميداليه في كاس العالم تمام احنا جايين لبطوله افريقيا ميداليه لما مش اول لما جينا نتكلم خلص كلام خلاص كلام مش هتكلم بس في شغل في شغل لازم نعمله انا مع صاحب الفكره اتفضل في شغل لازم صاحب فكره في شغل لازم يحصل ومننا ومنهم كويس عشان نوصل للمدينه دي مبدئيا لازم نشتغل في كذا اتجاه اول حاجه البدني لازم بدنيا يحصل فيه طفره عشان نقدر نواكب الاجسام والفرق البدنيه الموضوع بقى مرعب في اوروبا الموضوع البدني بقى مرعب فلازم في شغل كتير احنا عندنا تقريبا 9 شهور دول احنا باذن الله حطينا البرنامج بتاعنا خلاص وكان عملنا اجتماعاتنا مع كابتن علاء السيد في الاتحاد وظبطنا تقريبا معظم البرنامج وهنبدا نشتغل من الاسبوع الجاي على طول مفيش وقت نضيعه وهم الولاد متحمسين جدا ومش عايز اقول لك يعني مكسب البطوله ده يعني فرق معاهم نفسيا ازاي وخلاهم خدوا خطوه كبيره عدوا بيها حاجز كانوا مش قادرين يعدوا بقى لهم سنتين تقريبا فباذن الله نقدر اللي طبعا يعني مش عايز انسى دور الاتحاد في الموضوع كله سواء كابتن هشام نصر طبعا
كابتن مؤمن صفا متواجد على طول معانا، طبعا كابتن علاء السعيد متواجد كانه هو مدير الفريق مش مدير الفرقه القوميه، وبيذللوا كل العقبات بمنتهى الصراحه من ساعه ما جينا، من ساعه ما بدانا من 3 4 شهور مفيش حاجه طلبناها في حدود الامكانيات، ويمكن كان اكتر كانوا بتبقى متوفره، ومن ساعه ما رجعنا قالوا اللي انتم محتاجين ايه اللي محتاجينه في البرنامج. فكل الكلام اللي طلبناه كابتن طارق طبعا كان ليه طلبات كثيره شويه كلها الصراحه ما كانش فيه اي مشكله فيها، كله انا شايف ان في تكاتف، في روح جميله في الاتحاد الصراحه بقالنا فتره كبيره ما شفناهاش. هي على مسؤوليه الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على كلامهم النهارده معايا ان هم يحققوا ميداليه في كاس العالم اللي جاي باذن الله. ميداليه حاجه كويسه لاسره كره اليد، طول عمرها اسره كره اليد سباقه بكل حاجه، سباقه بميداليات، سباقه باسلوبها، سباقه في تنظيمها للبطولات، سباقه فعلا في المجال الرياضه المصريه. كابتن خالد وليد، تكريم النهارده من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، مثل ليك ايه؟ لا هو مثل لنا مبدئيا ان احنا الناس مهتميه بينا، ان مش الموضوع عدى خلاص، فرقه خدت بطوله افريقيا او منتخب خد بطوله افريقيا الموضوع عدى، ان احنا فرحنا يوميها وخلاص. لا بيحسسنا ان احنا برضو يعني زي بيشجعك لبعد كده، يعني ان انت لما بتكسب بتاخد حقك والناس بتكرمك. وكان تكريم بصراحه، كان في ناس يعني كل الناس اللي في الاتحاد والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، فده طبعا بيدي دعم لكل اللعيبه ان هم يكملوا ويجتهدوا اكتر ان هم يحققوا حاجه للبلد، يعني الموضوع بيبقى للبلد اكتر ما هو للاشخاص. يعني كابتن عمر، قول لنا النهارده وانت بتاخد تسلم على وزير الشباب والرياضه المصري بعد انجاز لبطوله افريقيا، بصيت على بطوله العالم اللي جايه باي شكل؟ بصيت لها يعني هو من التكريم ده، يعني هو كده هيعملوا لنا حاجه لقدام، يعني مهتمين بينا، فلا يعني في تفاؤل لبطوله العالم اللي جايه، يعني ان شاء الله ميداليه. من جواك حاسس بده؟ من جوايا لا يعني متفائل. متفائل متفائل، بس لازم طبعا نشتغل الكلام ده، لازم هنشتغل الاسبوع الجاي خلاص. قاعدين معايا الاثنين قالوا هنشتغل الاسبوع الجاي، بس ربنا يكون في عونكم بعد ما المجلس يوافق على الخطه اللي احنا مقدمينها. لا ان شاء الله المجلس هيوافق. كابتن طه كابتن طه، قول لي، بنحملك امانه لكاس العالم اللي جاي، ايه يعني حاسس بيها واحنا بنتكلم؟ طبعا يعني احنا في حاجات ناقصانا ان شاء الله نطورها، ندوس على نفسنا اكتر. كلام سعادة الوزير النهارده بيحملنا مسؤوليه كبيره من كلامه، اللي هو بيقول لنا انا عايز منكم حاجه في كاس العالم اللي جاي، ومن كلامه برضه اللي هو واقف معانا وفي ظهرنا هيطلعنا معسكرات، يعني من كلامه اللي هيطلع لنا معسكرات كتير، فبس احنا لازم يعني الحاجات اللي الناس كلها واقفه معانا وكده لازم نبين لهم حاجه من احنا اللي هم يعملوه لنا يعني. بس يعني ان شاء الله خير. كابتن احمد راضي، شفت النهارده الاعلام المصري والصحفيين والاهتمام لما دخلت القاعه النهارده، كنت شايف ايه قدامك اول ما شفته؟ يعني هو ممكن منظر جديد علينا مش متعودين خالص عليه كمنتخب، يعني احنا ممكن في النادي الاهلي بنلاقي ممكن الاهتمام ده من قناه النادي الاهلي بس يعني، لكن كمنتخب ان احنا نخش نشوف المنظر ده اول مره في حياتنا ان احنا نشوفه، فكان بالنسبه لنا حاجه تقريبا يعني كلامنا كله بعد التكريم ده من الاتحاد ومن الوزير، كان كلامنا كله ان احنا ده تقريبا اول مره نحس ان الاتحاد في ظهرنا وان الناس في ظهرنا في المنتخب. فبصراحه ده كان حاجه كويسه جدا لينا، حاجه حافز ان احنا شايفين ان كده لا في اهتمام بينا، احنا مش بنشتغل وخلاص، لا ده الناس ورانا، الاتحاد كله النهارده كان موجود وكله بيدعمنا وكلامه كله دلوقتي كان ايجابي بالنسبه لنا يعني، والوزير كان دايما كان النهارده كان كلامه كله ان شاء الله مستنيين منكم حاجه كويسه. فبصراحه حافز، اول مره نشوف حاجه زي كده النهارده، حاجه فرحتنا كلنا، وان شاء الله احنا قد المسؤوليه اللي هم حطوها علينا يعني. حسيتوا بالانجاز النهارده؟ بصراحه ازاي ما انت كنت هناك؟ هناك كنت حاسس بالانجاز، بس لما جيت مصر وحسيت فيه اهتمام من كل الاطراف، وضع مختلف. طبعا وضع مختلف جدا. بالانجاز انا هناك. هناك؟ اسال هاني. قول لنا انت حسيتوا بالانجاز؟ حسيتوا بالانجاز هناك يا رجاله؟ ايه اللي حصل؟ احكي لنا. قول لنا حسوا ازاي بالانجاز هناك؟ فرحنا وانبسطنا وكل حاجه. اديتهم فلوس؟ الاتحاد اللي بيدي يعني الاتحاد مفيش اي حاجه كابتن طارق محروس؟ ايه؟ كابتن طارق محروس مفيش اي حاجه؟
ولا مادية ولا عينية ولا اي حاجة ولا عزومة حتى. مش مشكلة يعزوكم بعد الحلقة دي تلاقوش واحدة بندبسه على الهواء قدام الناس. كابتن طارق الاهتمام الكبير النهاردة من الاعلام المصري الصحفيين المصريين الدولة متوسلة في وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري بكامل هيئته. قول لي شفت الصورة دي لما خرجت النهاردة والناس بتطالب ان انت تعمل مدارية كاس العالم بجد شفتها ازاي؟ بأمانة هقول لحضرتك حاجة. طبعا انا ابن من ابناء النادي الاهلي والحمد لله لعب في النادي الاهلي وحضرتك كنت كابتن النادي الاهلي كابتن هاني لعب في النادي الاهلي برضه. احنا متعودين على الكلام ده متعودين على ان احنا نتكرم. النادي الاهلي ما بينساش فرقه نكرمه اول باول فاحنا متعودين على التكريم ده. اللي جديد عليا في التكريم النهارده الكلمه اللي قالوها لي اغلب اللعيبه طبعا بشكرهم اللعيبه اللي مش موجوده معانا بشكرهم ومنهم سامي النهارده واحنا جايين في العربيه قال لي انا حاسس ان انا في حلم. احنا مش اول مره في حياتنا حد يقابلنا ويكرمنا. كده مش هينفع احكي الموقف ده. احكولي اتفضل. لا هو انا هجهز الموقف قبل ما العطل يجهز. قول. هو كابتن طارق في الفتره اللي فاتت كان بيشتغل في مش اتجاه التطوير الفني بس على قد ما كان بيعلم اللعيبه دي ازاي تتفرج على المباريات ازاي تتفرج على الفيديو ازاي تجهز نفسها للمباريات فنيا ازاي تتخيل المباراه قبل ما تلعبها. فكان دايما كنا احنا عاملين نظام كده ان هو كل لعيب لازم يبقى معاه زي بلاك نوت كده معاه يدون فيها دايما الملاحظات ودوره في المباريات ودايما يبقى شايف اللعيب اللي بيدافع عليه واللعيب اللي هيهاجم عليه وكده. وكان بعد ما بيتفرج كنا بنديهم بعد ما بنتفرج مع بعض بنخليهم هما بيتفرجوا تاني كل واحد لوحده وبعد كده لما بنقعد مع بعض كل واحد بيبدا يطلع يتكلم عن اللي شافه او ايه رايه دفاع ناحيه تثقيفيه للعيبه وفي نفس الوقت بتديهم ثقه كبيره في نفسهم والموضوع ده بيخلي اللعيب غصب عنه يركز ويشوف لانه يطلع يتكلم فلازم يشوف ايه اللي عمله فيبدا دي يعني ده اسلوب تاني عشان تخلي اللعيب انت عارف طبعا في محاضرات الفيديو حاجات بتبقى يعني مش لذيذه شويه ايوه فالاسلوب ده فاهم فده اسلوب يعني عشان نخلي اللعيب يخش معانا في التركيز ويبقى في حاله فنيه خلال المحاضرة يعني بس فهو بقى لازم يحكي على موضوع كيش ده ما هو كيش ده هنتكلم لو قعدنا من هنا السنة الجايه مش هنلحق كيش. قول لي يا كابتن خالد كلمه اخيره يقول لك كيش عمل ايه كيش كابتن حافظين كابتن خالد احكي لنا موضوع كيش ده الصبح. احنا كنا محاضره قبل ماتش تونس كويس فكان كابتن طارق طالب من كل واحد ان هو يتفرج على الفيديو. احنا كابتن محمد سيمان ده المحلل الفني بتاعنا كان عامل لنا فيديوهات لمنتخب تونس قبل ماتش الفاينل فكان كابتن طارق طالب من كل واحد ان هو يذاكر الماتش كويس واحنا كلنا هنتجمع مع بعض كل واحد يقول رايه في الماتش يعني او يعني بكره المفروض نعمل ايه. فكيشو ده زميلنا طلع قال في تونس في لعيب بيلعب باك رايت ده ملوش لازمه في الفرقه. ملوش لازمه؟ لا قال ايه بالظبط؟ قال عامل زي سواق التاكسي يعني بياخد الكوره يوصلها يعني وقال تاكسي دي يعني بالنص يعني. بس فيعني نزلنا ماتش الفاينل الباك رايت ده جاب فينا 10 تجوال. ما شاء الله طلع سواق تاكسي جامد. خالد كلمه اخيره تقولها للجمهور وتقول لهم او الاعلام المصري كلمه اخيره ليه عايزه يكون شكله ازاي في المرحله اللي جايه؟ انا شايف ان الهاندبول رياضه تستحق ان الاعلام يهتم بيها. رياضه ناس كتير بتحبها يعني اعرف ناس كتير بتحبها بس يمكن فرصه المشاهده ليها مش متوفره كتير. انا شايف ده ممكن هيبقى عامل مهم ان اللعبه تنتشر وان الناس تحبها اكتر يعني وهي رياضه ناجحه في مصر يعني الهاندبول من الرياضات الناجحه دي حقيقة. بس يعني انا شايف ده هيأثر جامد في للعبه يعني. توعد الجمهور المصري بمدارية في كاس العالم؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كابتن احمد كلمه اخيره لمجلس اداره الاتحاد المصري تقول لهم ايه؟ بنشكرهم الصراحه على الدعم ده. احنا عمرنا ما كنا عندنا بطوله افريقيا نروح نحتك بره في بطولات اوروبيه الاثنين بطولات كبار يعني. سافرنا اسبانيا لعبنا بطوله بحر متوسط وكمان بطوله عالم للجامعات عمرنا ما كنا بنلعب البطولات ديت اعداد لبطوله افريقيا يعني. فبنشكرهم على الدعم اللي هم مقدمينه لنا يعني. والنهارده الصراحه كانت حاجه عمرنا ما كنا نتوقع ان احنا نشوف منظر زي ده النهارده فدي حاجه كل ده تحفيز لينا وحاجه تخلينا ان احنا نشتغل اكتر
وان احنا ان شاء الله نوعدهم ان احنا قد الثقه اللي هم مدينها لنا وان احنا ان شاء الله هنوعدهم بميداليه في كاس العالم ان شاء الله يا رب باذن الله. كابتن عبد الرحمن طه، كلمه اخيره لوزاره الشباب والرياضه، دعم الدوله تقول عليه؟ هم صراحه دعمنا من زمان، حتى من بدايه المنتخب بدايته خالص كانوا بيدعمونا كتير وكانوا بيطلعوا مذكرات كتير، بس ظهرت يعني الفتره دي ظهرت ان هي طلعتنا مذكرات اسبانيا وبتاع كرواتيا، دي اثرت علينا كتير وفادتنا في بطوله افريقيا دي، فعلت مستوانا و يعني عدت مستوانا، بقيت اخطاء وبقيت اجابات ايجابيات بس، ف ان شاء الله اللي جاي احسن، وموعدونا ان شاء الله اللي يطلعوا لنا معسكرات الفتره اللي جايه دي عشان كاس العالم، ان شاء الله نوعد الجمهور اللي احنا هناخد ميداليه في كاس العالم، ميداليه في كاس العالم باذن الله ان شاء الله باذن الله. كابتن عمر، كلمه اخيره للجهاز الفني، كابتن طارق محروس وكابتن هاني فخراني، ده قلع النضارة، خلي بالك قلع لك النضارة، بقول لك اتفضل. يعني هو طبعا اشكرهم على الفترة اللي فاتت، احنا بقالنا 4 أو 5 شهور معسكرات يعتبر مغلقة، فنشكرهم كتير، ويعني الفترة اللي جاية اتمنى يعني يخف عليكم شوية مثلا بس لا تمام، يعني كابتن طارق طبعا شغله من احسن المدربين اللي اتمرنت معاهم، وكابتن هاني فخراني طبعا يعني تكتيك ايه يعني ظابط الاداء معاكم بصراحه، بس يعني وان شاء الله اوعدهم ونوعد الناس ميداليه ان شاء الله في كاس العالم. كابتن هاني فخراني، كلمه اخيره للاعبين تقول لهم ايه؟ انا في البدايه طبعا بشكرهم على الفتره اللي فاتت كلها، انا عارف ان الموضوع كان صعب عليهم، كانت فتره قاسيه جدا عليهم، وبشكرهم على ان هم استحملوا كل الفترات دي، وبشكرهم على الاداء الصراحه كان مبهر بالنسبه لي في البطوله، وهم فعلا كانوا على قدر المسؤوليه، وفي نفس الوقت بطلب منهم يعني مزيد من التركيز ومزيد من الجهد الفتره اللي جايه دي، ومزيد من الايمان بنفسهم والايمان بالهدف اللي احنا باصين له، لان احنا من غيرهم كل اللي احنا بنعمله ده ولا ليه اي لازمه، وباذن الله انا عارفهم كويس وعارف طموحهم، وهم على قدر كبير من المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله هم حاسين بالمرحله اللي جايه، وان شاء الله يكونوا قدها. وطبعا من خلال البرنامج طبعا حابب اشكر كل الناس اللي كانوا موجودين على في الانجاز دوت، بدايه من الوزاره متمثله في الوزير طبعا اشرف صبحي واهتمامه، وصراحة النهارده كان تكريم صراحة كانت حاجه في وقتها، كانت حاجه مهمه جدا لينا نفسيا للعيبه، طبعا انت حضرتك عارف ان اي تكريم لاي رياضي اللي هو مجرد ما ترجع الموضوع تحس فيه حاجه، تحس ان بقول دي بالنسبه لي انا كرياضي دي كانت اهم من اي حاجه، طبعا الاتحاد كله متمثل في مجلس الاداره وكل اللجان اللي موجوده فيه، وبرضه ما نقدرش نغفل دور الناس اللي جمعت اللعيبه ديت، المنتخب، الاجهزه اللي كانت قبل كده، وكلنا في الاول وفي الاخر بص كره اليد، وباذن الله نقدر نوصل بكره اليد الفتره اللي جايه دي للمكان الطبيعي باذن الله. كابتن طارق محروس، معلش هنعلي صوتنا شويه عشان الميكروفون باظ كويس، كلمه اخيره لمجلس الاداره، كلمه اخيره للجهاز الفني واللاعبين. كلمه للمجلس الاداره، بشكركم طبعا على اللي انت قدمتوه معانا الفتره الاخيره، تمام، واتمنى ان انتوا توافقونا على البرنامج اللي احنا عايزينه عشان نقدر نحقق الطموح لكل اللعيبه وكل المدربين في مصر. كلمه اخيره للعيبه، احنا بدانا الحلم ولازم ننهيه، وننهيه بسعاده بميداليه لكره اليد المصريه باذن الله. كابتن طارق محروس، كابتن هاني فخراني، لاعبين منتخب مصر الشباب مواليد 98، بشكركم شكرا جزيلا ان كنتوا معانا النهارده، نورتونا، اسعدتونا، اسعدتوا البلد، اسعدتوا كل الناس، واتمنى ان احنا نتواصل مع بعض، وان شاء الله باذن الله هيتحقق الحلم على ايد الله باذن الله جهاز فني محترم، على ايد اتحاد محترم، على ايد لاعبين محترمين، هنتواصل مع الحلم ونتواصل مع الاجيال ونتواصل مع اتحاد كره اليد الناجح حقيقه في 2 بطولة افريقيا، وان شاء الله هنستقبل، هنخرج لفاصل ونستقبل منتخب مصر مواليد 2000 الحاصل على بطولة أفريقيا برضو في المغرب وجهازه الفني. فاصل وترجعوا لنا مرة تانية.
أهلي شوف ولادك والبنود شوف كتيبك شوف جنودك والحشود شوف آيات النصر في كل العهود شوف وسجل بيها أبكار الخلود انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان كل نعمة في رحابك عندنا في مشيئة وإرادة ربنا من شيوخك اكتسبنا مجدنا وشبابك احتفظنا باسمنا انت دايما 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 في الامان خالد. طبعا في كابتن مصر كان صديق الوالد جدا جدا صديق العيله يعني فراجل جميل وهنفتقده اكيد هذا الجيل يعني للاسف واحد ورا الثاني بيروح جيل عظيم يعني فربنا يصبرنا جميعا ان شاء الله. كابتن عاجل عادل هيكل يعني شخصيه جميله كان شخصيه جميله قوي عمره ما زعل حد كان بيقعد معانا في نادي الجزيره في الوقت الاخراني وكان دايما يقول نكته ودايما يضحك ويستعيد الذكريات بتاعه زمان بتاعه الكوره الجميله دي رغم ان انا يعني سكواش لكن هو كوره كنا بنلتقي يعني الحقيقه وخسرنا شخصيه رياضيه محترمه جدا كابتن عادل هيكل عزائي لاسرته يعني. شكرا لحضرتك ولقاء الله. اشكرك. الحقيقه ده من اول ما دخلت النادي وقابلنا الناس العظام دول مثال الكابتن عادل هيكل الله يرحمه، كابتن صالح الله يرحمه، كابتن طه الله يرحمه، هم بيعتبرونا اولادهم وعلمونا كتير واتعلمنا على ايديهم حاجات كتير المثل والاخلاق والمبادئ اللي احنا بنحاول نعلمها للاولاد اللي احنا ماسكينهم في النادي. ربنا يغفر له ذنوب ان شاء الله باذن الله ويسكنه فسيح جناته ان شاء الله باذن الله باذن الله. شكرا. البقاء لله يعني فقدنا واحد من رموز النادي الأهلي اتعلمنا وتلمزنا على أيديهم يعني إيه النادي الأهلي إزاي نحب النادي الأهلي إزاي نخلص ونتفانى في خدمة النادي الأهلي. كابتن عادل ما كانش شخصية عادية كان راجل أهلاوي بمعنى الكلمة وكان محافظ على كل قيم ومبادئ النادي الأهلي في كل حاجة بيعملها كان محب لأقصى درجة ومتفاني لأقصى درجة عمره ما عمل حاجة بمقابل للنادي الأهلي بالعكس هو كان كل اللي بيهمه أنه يخدم ناديه ويحافظ على ناديه. الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله صبرنا جميعا واحد من جيل العظماء اللي اتلمزنا على أيديهم ربنا يصبرنا جميعا. حياتك الباقي. كابتن عادل هيكل كان زميلي في أداب القاهرة وكان في قسم الصحافة وكان الله يرحمه مثال للرجولة والكرم والأخلاق والرياضة وأنا شفته يعني في حالة يعني كان قاعد على كرسي يعني أولا هو راجل فقيد البلد مصر كلها مش النادي الأهلي بس ده راجل كان منتخب مصر جون مصر وحكاية مجامل وطيب وخلق الله يرحمه ويحسن إليه ويعوض الأهلي ويعوض مصر كلها يا رب بأفضل ناس وأحسن ناس والأهلي ده قيمة كبيرة جدا. أنا راجل بشجع الإسماعيلي صحيح لكني أحترم الأهلي ليس لجمهوره فقط ولكن لإدارته عنده إدارة عظيمة وربنا يكشر من الإدارات المحترمة دي علشان الرياضة في مصر تتقدم وتعلو ولا تهبط ابدا. شكرا الله يخليك. انا طبعا سعيد ان انا بسجل مع قناه النادي الاهلي وخد بالك انا عضو النادي الاهلي ولعبت للنادي الاهلي 4-5 سنين كره طايره وعادل يعني اخويا عادل كان زميلي في الوزاره يعني كان زميلي في الوزاره اياميها وكان وصل معانا لغايه وكيل وزاره وكان بتاع شغل يعني بتوع الكرة كتير ما اشتغلوش لكن ده تليه بتاع شغل ويعمل دراسات ويعمل تمسكه مركز البحوث اياميها يعني عادل شخصية حاجة حلوة الله يرحمه الله يرحمه.
طالب بس يركزوا في التمرين ونفضل كده زي روحنا زي ما هي، عشان احنا روحنا بتفرق جدا في الفرق في اي ماتش. يعني احنا حتى لو مستوانا الفني وصل 50 او 40 روحنا دي بتوصلنا ل 80 و90. فاحنا بس عايزين يعني فرقتنا تركز في اللعيبه بالذات، تركز في التمرين اللي جايه، تركز في المعسكرات اللي جايه ان شاء الله لو سافرنا. تقول ايه للجهاز الفني بتاعك؟ لا بشكرهم بس على تعبهم معانا، ويعني الحمد لله الحمد لله على البطوله. الحمد لله مش قادرين يتكلموا، مسيطرين انتوا برضه. قول لمجلس اداره الاتحاد، قول لمجلس اداره الاتحاد ومش قادر يقول للجهاز، قول لمجلس اداره الاتحاد. لا بنشكرهم بس على الدعم اللي هم عملوه وعلى التكريم وكله. كابتن علاء السيد، كابتن علاء السيد بشكره بس على عشان هو مهتم بفرقه 2000، يعني مهتم ب 2000 عشانك. تمام. لا هو كمان 90 على فكره. خلاص كان في طريق معروف. طيب عايزين الاعلام بس يا كابتن خالد. الاعلام، الاعلام اهم حاجه، احنا عايزين نتشهر. عايز تتشهر؟ حاضر. كابتن مجدي تقول ايه بجد؟ كلمه اخيره هتقول لمجلس الاداره. كابتن تقول اولا لوزاره الشباب والرياضه بمثابه الدكتور اشرف صبري، تقول له ايه؟ ايه اللي انت عايزه في المرحله الجايه؟ والله بص انا اللي انا بفكر فيه بلاقي الاتحاد بصراحه بيفكر فيه قبل مني. انا تمنيت بطوله العالم، عشان اروح بطوله العالم عايز اطلع بسرعه زي ما بقول لك، يعني اسابق الـ الـ الاخرين. لقيت المهندس علاء السيد اللي هو رئيس لجنه الفرق القوميه كان عندي مقترح ان اصعد اكبر عدد من عندي لفريق الشباب، لقيته هو بيقول لي احنا عايزين نعمل تصعيد لبعض اللعيبه اللي انت شايفها تستاهل. فكل ما بتفكر في حاجه بتلاقيه على نفس المنوال معاك، لان انت زي ما انت قلت كانوا لعيبه وخبرات كبيره. فكل حاجه بالظبط يا كابتن علاء، انا عندي برنامج زمان وعندي خريطه بالنسبه للبطولات الدوليه اللي عايز اشاركها، لقيته برضو بيحضر لي انت عندك سفريه هنا وعندك سفريه هنا وعندك سفريه هنا. فبتلاقي كل حاجه انت عايزها بتلاقيها. عايز مدرب حراس مرمى بيجيب لك، عايز ده انا هجيب لك سين، هجيب لك حسين، ده انا هجيب، يعني انت مجرد بس ما بتيجي الفكره بتكون جات له هو كمان، وتنفيذها بيكون احسن ما انت بتتمنى. تمام. كابتن حسين زكي، كلمه اخيره للاعلام المصري، اذا انا بس هاخد كلام من حميد من اعلام للاعلام المصري، تقول لهم ايه؟ ايه المطلوب منهم في المرحله اللي جايه بالظبط يعملوه؟ وبعد كده كلمه اخيره للاعبين اللي موجودين قدامنا. طيب انا الاول بس عايز اشكرك على الاستضافه الجميله دي، وبشكر قناه الاهلي على الاستضافه الجميله دي والاهتمام بالشباب الصغير دي. اول حاجه انا عايز اقول لوزير الشباب والرياضه شكرا على التكريم بتاع النهارده. هايل. ومستنيين منك كتير، لان اللعيبه دي مش اقل من اي لعيب في اوروبا، واللعيبه دي مش اقل من اي لعيب في لعبه ثانيه. تمام. بدون ذكر اسماء. تمام. وعندهم طموح ان هم يعملوا حاجه لبلدهم. مش عايزين نحبطهم من دلوقتي. كويس. خلاص. للاتحاد المصري بقوله متشكرين ان انت او ان انتوا كجروب وصلتونا ان احنا يبقى عندنا امل ان احنا نقدر نعمل حاجه، وان احنا نقدر نوصل للشباب دي خبراتنا كلعيبه دوليين وكلعيبه عدت بمراحل كبيره جدا. فشكرا لكم جدا ان انتوا اديتونا الفرصه ان احنا نتعامل كاننا نحس ان احنا كاننا مش في مصر، احنا بنتعامل كاننا في اوروبا. حيل. ان الجهاز الفني قريب من اللاعبين، بيتنفذ له كل حاجه زي ما قال مجدي، اي طلبات انت بتلاقيها. حاجه اخيره انا بقول للعيبه، انت مش اقل من اي حد في اوروبا. انا واحد من الناس عشت بره ولعبت بره ولعبت في انديه كبيره ولعبت وسط لعيبه كانوا من احسن لعيبه في العالم. يعني طبعا كانوا من احسن لعيبه في العالم فعلا. وجت في سنه من السنين اخذت احسن لاعب فيهم، ده بقرار الجمهور. وكنت ماشي هداف فرقتي في ده بارقام. فانت مش اقل من اي لاعب في اوروبا، مش اقل من اي لاعب بيلعب في اي مكان في العالم، بس احنا نبقى عايزين. تقول ايه للاعلام المصري علشان يبقى قفلنا المنظومه كامله؟ هقول لك حاجه، انا بقول للاعلام المصري يعني إيه، عشان خاطرنا الدنيا مش كوره. قول اللي انت عايزه. احنا عندنا ابطال في العاب فرديه، وعندنا ابطال في العاب جماعيه، وعندنا مش هاندبول بس، احنا عندنا الطايره وسله وعندنا يد وعندنا مصارعه وعندنا كتير. انت احسن من انا الموضوع مضايقني يا خالد بجد، لاني انا هرجع واقول لك حاجه.
انا واحد من الناس بطلت اشجع كره في مصر، حتى منتخب مصر ما بشجعوش. لا 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 كابتن حسين، لا 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 انا بكلم مصر. انا بكلمك جد، انا بشجع انا بشجع مصر لان هي انا بحب مصر بالظبط، فاهمني بالظبط. لكن انتوا وصلتونا او الاعلام وصلنا ان احنا كلاعيبه، انا بتكلم كلاعب مش بتكلم كمواطن، لا طبعا احنا كلاعيبه تعبنا من قله اهتمام الاعلام، الاعلام بينا صح، واهتمامهم بناس تانية يستحقون ويستحقوا ان انت يعني بيكو. يعني هقول حاجه، هم بيوصلوا بتوصل بيك الدرجه ان انت بتبقى وصل لمرحله ان الناس اللي بره تبقى ماشي في الشارع، الناس اللي بره تعرفك اكثر من بلدك. ان شاء الله باذن الله الاهتمام في المرحله الجايه، فاتمنى في الاعلام المصري. اتمنى من ربنا ان الاعلام المصري يهتم شويه بالشباب الصغير ده قبل الفريق الاول، ويبقى داعم ليهم عشان احنا نقدر نعمل حاجه في كره اليد المصريه. هنختم بيك اخر كلمه. نشكركم، يعني لقاء جميل جدا جدا. والنهارده يمكن انا بقول بكمل بس كلام حسين، ان يعني النهارده كانت بدايه كويسه جدا للاعلام. النهارده شفنا تكريم، شفنا قنوات كتيره جدا 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 جايين من قناه رايحين قناه. اعتقد ان الاتحاد بقى فكره مختلف وقرب وجهات النظر بينه وبين الاعلام، والاعلام بيحتضن اي حد بس يطلب. احنا طلبنا والناس نفذت. بقول للاعيبه نفس الكلام بتاع حسين، انتوا قدها وقدود، وزي اي حد بتقدر تعمل دي هتقدر تعمل ديت، ومفيش فرق بينك وبينه. اتمنى بجد نقعد هنا تاني بعد كاس العالم ان شاء الله، وهتكون معاك كاس العالم باذن الله. اتمناها. في اخر الحلقه انا كنت سعيد جدا بيهم، انا واحد من العيله دي، سعيد جدا بالانجازات اللي بيقدموها، سعيد جدا بكباتن كبار معايا زي كابتن طارق محروس، كابتن هاني فخراني، او كابتن حسين زكي، كابتن مجدي ابو مجد. سعيد جدا باتحاد اليد بتاريخه بانجازاته بكل حاجه اللي بيعملوها على طول على مراحل التاريخ كلها. اتمنى من الاعلام المصري، اتمنى احنا الحمد لله هنحط سبوت على منتخبات مصر بصفه عامه، لكن اتمنى ان كل الناس تدعم الاتحاد المصري لكره اليد، تدعمه لان هو صاحب نتائج وصاحب انجازات. في اخر حلقتنا بشكر الاتحاد المصري على انجازاته، وهنتابعهم لغايه ما يوصلوا للانجاز المطلوب ليهم. بقول لكل جماهير النادي الاهلي تابعونا كل يوم من الساعه 7 للساعه 10 على الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.